برنامج روبرونسون. إنهم صناع الحدث والمسؤولون عن المتعة، وهم قادة في الملعب. سأتحدث مع اثنين من أعظم قادة كرة القدم قبل اللقاء المنتظر بينهما. رحبوا معي بدانسينج راستا من فريق سوبسترايكا، وفلاديمير سافيتش من فريق غريم اف سي. راستا نجمي المفضل، سرني القدوم إلى هنا. تحياتي أيها البشري الصاخب. حسناً، ما هو سر القيادة على أرض الملعب؟ أنا آسف لتخيب ظنك، ولكن لا توجد أي أسرار. أعرف فريقك، ثم أعرف الخطة، وكن قدوة لهم، هذا فقط. وما رأيك يا فلاد؟ يصبح النصر مضموناً عندما تستطيع رؤية المستقبل. إذن هل تستطيع إخباري ماذا سأتناول على العشاء؟ المعكرونة بالجبن بمفردك. إن كتاب الجريم الأسطوري والقوي يسمح لي أن أعرف كل الأحداث قبل أن تحدث بفترة. شاهدوا القوة الهائلة للتكتنوميكون. أنا أفضل أن أوفر حركاتي للمباراة. أهلا بكم في فريتيفيا، مدينة غريم اف سي. كيف تجرؤون على إهانة العظيم فلاديمير سافيتش؟ أرجوك. يا تشيكس، تغلب الغريم على آيرون تانك بأربعة أهداف، وسافيتش سجل جميع الأهداف. لن يكون الأمر بهذه السهولة عند مواجهتنا. أجل، وإن استطاع رؤية المستقبل، كل ما سيستطيع أن يراه أن راستا يهزمه شر هزيمة. إن تعاوننا معا والتزمنا بالخطة، سنتغلب على فريق الجريم. حسنا يا رفاق، تجمعوا، صورة جماعية. هذا جميل. هل تعرف ماذا تعني كلمة مجموعة؟ في الحلقة السابقة من موديل ستودنتس، تيري يحب جينا، لكن جينا تحب بروس. في هذه الأثناء صرح كل من موريس ولورنس بحبهما لمونيكا، وتركاها في حيرة من أمرها. أنا أيضاً في حيرة، لماذا تشاهد هذا المسلسل؟ صحيح، كن جدياً يا كلاوس، كفى مسلسلات للمراهقين. ها، موديل ستودنتس ليس مسلسلاً للمراهقين، إنه قصة كلاسيكية عن الحب والتعلم تدور أحداثها في جامعة لعارضات الأزياء. وأيضاً إن شخصية لورنس مأخوذة عن شخصية إيل ماتادور. لكنه لا يشبه الأصلية بشيء. صورة في الحافلة. أوبر، ما الذي حدث هناك؟ لا يهم كم أنتم أقوياء أو تظنون كذلك، لن تستطيع إيقاف قوة الكتاب الجهنمي سوبر سترايكا. شرفتم مركزنا. أثق بأن منشأتنا ستكون كافية لتحضيراتكم. أجل، هذا الشيء تحفة فنية. المطبخ، غرفة الطعام، غرفة السينما، والأهم من كل ذلك، هذا هو ملعب التدريب. إنه ملعب دي. أيها المدرب بالمونتا، ألا تعتقد أننا نستحق ملعباً أفضل بقليل من هذا؟ أو لا تقلق، إنه أفضل ملعب، ودي ترمز إلى زنزانة. وأخيراً دعوني أريكم المكان الذي ستقيمون فيه. أتعلمون إنه في القرن السادس عشر في فيرتوفيا كان يعتبر وجود حمامات في غرف النوم أمراً مواكباً للعصر.
استمعوا جيداً. إن أداء فريق غريم على أرض الملعب أفضل من أدائهم خارجه. والسافيش الشخص الأساسي الذي يدير كل شيء. إنه ينظم اللعب، يسيطر على الوسط، وكذلك يؤمن الأهداف لزملائه. واو، يعرف إلى أين ستذهب الكرة ويمررها دون أن ينظر. يبدو الأمر وكأنه يستطيع. تعرفون رؤية المستقبل؟ أوه لا، لا تقلق يا كلاوس، تأكد أنه لا يوجد شيء خارق. أنا لا أتكلم عن سافيج. انتهى الموسم الرابع من موديل ستودنت بحدث مهم، إنه حفل تخرج في جامعة الموضة، وعلى الطلاب أن يعرضوا أزياءهم لينجحوا. ولكن العارضة مونيكا لم تقرر بعد إذا كانت تحب موريس، وهو غالباً مصاص دماء، أو لورنس عارض ملابس الرياضة. على أي حال، بينما كان موريس يعرض الثياب، سحب لورنس قطعة خشبية من شعره. هيا يا رفاق، المسلسل جيد. ماذا؟ يجب علينا أن نكون حذرين. حسناً أيها المدرب، أمتأكد أنك تريد أن تحبسنا هنا؟ واو، يبدو مريباً يا رفاق. هذا مريب حقاً. إن سافيج لاعب وسط رائع، وبالتأكيد لا يقدر على رؤية المستقبل. عندما تعرف كيف يلعب الآخر، فإن معرفة الحركات القادمة لا يعد شيئاً خارقاً للطبيعة. واحد، اثنان، هل تظن أنك ستتجاوزنا يا كابتن؟ لن أفعل. ثلاثة، آسف يا شيكس، تمريرة سيئة، نحن بحاجة للمزيد من التدريب. لابد أنك تمزح، كان ذلك مذهلاً. أجل. صحيح، كان ذلك رائعاً يا كابتن. مذهلاً، ذلك جميلاً. تمريراتك كانت مذهلة. أعتقدت أني أوقفتك يا كابتن، ولكنك كنت متقدماً. تدريب رائع يا رفاق. أتشوق جداً لهزيمة غريم. هذا يا شيكس، لأنك لا تعرف طعم الهزيمة القاسية التي في انتظارك. دعني أخمن، رأيت هذا مسبقاً في ذلك الكتاب المصحوح. أنت تعتقد أن راستا يستطيع مجاراتي، لكني أستطيع رؤية 5 حركات مستقبلية. كابتن فريقكم لا يمكنه أن يرى إلا 3. أو الماتادور، أعتقد أنه الوقت المناسب لالتقاط صورة الصفا. كيف علم سافيج بتدريباتنا؟ فعلا هذا غريب، ولكن ذلك الباب الضخم كان مقفلاً، من المستحيل أنه قد رآنا. لابد أن هنالك خدعة ما، صحيح؟ ولكن كيف يمكن حدوث ذلك؟ لقد بحثت في كل منتديات المسلسل، وقرأت كل آراء المشاهدين، لكن لا أحد يعلم الحقيقة. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما الذي حدث هي أن أرى المستقبل، كتاب تكتنوميكون. لا. أه.
الذي تفعله؟ أبحث عن كتاب تكتنوميكون، ربما خبئ في غرفة سرية. ربما تكون مثل مذكرات موريس البالغة من العمر 300 عام ومخبأة في سكنه في جامعة فان فان. جينا حصلت عليها الملل بينما كانت تبحث عن تيري الذي كان رجلا آليا، وإلا لما استطاع الانتظار كل تلك المدة. الماتادور؟ إنه مسلسل جيد. أرجوك أيها المدرب، تدربان في يوم واحد؟ فلتشتكي للكابتن، هو من طلبكم، لديه شيء عليكم جميعا رؤيته. ولكن كلاوس والماتادور لم يأتيا. هل يعلم أحد أين ذهب؟ أنا أعرف، كلاوس يريد أن يعرف ماذا حدث في ذلك المسلسل السخيف، بينما يحاول تحطيم الرقم القياسي للصور. هاي يا رفاق، أعتقد أخيراً أني جاهز للمباراة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوه، هذه الأنفاق طويلة جدا. صحيح، مثل تلك المرة التي حاولت فيها الطب. صورة الصمت. انظر هناك. أنا أدعو القوة السحرية الخارقة للكتاب لكي تكشف لنا الستار عن أحداث الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك اكشف ماذا حدث في الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك أيها الكتاب. لا أفهم. كما حدث أيضا في مسلسل موديل ستودنتس. ليس مسلسلا جيدا يا كلاوس. كان ذلك وشيكاً. حقاً جيد أننا اختبأنا قبل مجيئهما. يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة إن وجد الكتاب الحقيقي. يوم مباراة ملعب الكولدرون، سافيج أرعب فريق المدرب أيرون تانك بسيطرته على وسط الملعب. الفريق الأحمر ليس بتلك السهولة يا ماك. هم بحاجة لشيء سحري ليربحوا المباراة، وقد يكون لدى فريق غريم السحر. حسناً، لا تقل لي إنك تؤمن بتلك الخرافات السخيفة. حسناً، أحياناً أعلق على المباريات بشكل دقيق وأتساءل إن كنت أملك السحر. هذا شيء سخيف مثلاً؟ ها؟ من سينتصر في معركة الكاب؟ الكابتن؟ توقف! ثم تندفع بكل قوة. أوه! رؤية مستقبل مخيفة لكابتن غريم. أطلق تسديدة قوية. كان ذلك وشيكاً على السوبر سترايكا. يا للروعة، يبدو أن راستا بدأ بإظهار القليل من سحره للسافيج. قريب جداً. حظ سيء لسوبر سترايكا. أليس من الممكن أن يكون راستا أيضاً لاعباً جيداً جداً؟
أستطيع مقاطعتك. أوشك الشوط على الانتهاء وما زلنا دون أهداف. الكابتنان يجاريان بعضهما بالأسلوب نفسه. توقف عن هذا الهراء، فلقد اكتشفت كل شيء. أيها المغرور، دعني أريك الآن قوتي الحقيقية. ثم إلى اليمين قليلا. أمر لا يصدق. يبدو وكأن السافج في كل مكان بالملعب. ماذا؟ هدف! مرة أخرى فلاديمير سافيش يأخذ زمام المبادرة لفريقه. وإذا استمر الوضع هكذا ليس عليك أن تكون عرفاً لتعرف أن فريق سوبر سترايكا يهزمون. إننا نتحسن في هذا. أقنعتكم يا رفاق أنني أستطيع قيادتكم، لكني خذلتكم. إن معرفة الفريق والخطة لا تفيد في مواجهة سافيج. ربما يستطيع معرفة المستقبل. وإن يكن، لا يهم إن كان يملك 8 أرجل أو أكثر. بقيادتك لنا نستطيع هزيمة أي أحد في أي وقت. أنت كابتن فريقنا، أنت لها يا كابتن. صورة تجمع الفريق. لا تقلقوا، سأظهر الجميع هذه المرة. أعطني هذا. لا، أريد أن أوثق اللحظة المميزة، بل والجمالية أيضا. ما هذا؟ أنا أفضل لاعب في سوبر ليج. لا، أقصد ذلك الشيء الصغير في الخلفية. ما هذا الشيء؟ وهو هنا أيضا. وماذا يكون؟ إنها كاميرا للتجسس. سافيش لا يعرف المستقبل، بل إنه يتجسس علينا. هكذا إذا عرف طريقة تدريباتنا. وكيف إذا تفسر بصيرته على أرض الملعب؟ أعتقد أني أعرف. حسناً يا سافيج، ها قد بدأنا. تمريرة 70 درجة يساراً. تمريرة للوراء وارقد يساراً. 30 درجة يساراً. انتبه من... تظن أنك تستطيع مواجهتي؟ لقد رأيت المستقبل، وعالمك المزيف يوشك على الانهيار قريباً. ما هذا الذي يفعله شيكس؟ لا يمكنني التنبؤ بهذا يا بريندا. الآن الأمر بيننا فقط. رائعة من راستا. ها هو سافيج قادم. راستا يسبقه إليها، وشيكس يتقدم. أعتقد أن كلينا يعرف ماذا سنقول هذه المرة. صحيح يا بريندا. هدف! لعبة رائعة. أوه لا، تم إلغاء مسلسل موديل ستيودنتس. لن أعرف أبداً إن اختارت مونيكا موريس أو لورنس. إنما يسعدني أننا لن نعرف هذا. انظروا إلى الأعلى. حقاً؟ أعتقدت أن الجريم قد تعلموا الدرس. دعونا نسقطها. انتظر 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 انتظر،
إنها لي صورة جماعية من الزاوية العليا. تجمعوا يا رفاق. لا أو 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 دعوكم من فريق جريم اف سي، هذا وجه مخيف. لا يا رجل، قسم التكتيك جاهز لأداء الواجب يا سيدي. يا ناين، هل حددت اللاعب الرئيسي لدى سوبر سترايكا؟ أجل، شيكس وإل ماتادور يسجلان معظم أهداف فريق سوبر سترايكا. أنت على حق يا سيد أوبر، لكن معظم هذه الأهداف تتم صناعتها من قبل شخص واحد. من؟ كلاوس. إذا أوقفناه ستتوقف أهداف فريق سوبر سترايكا. كيف سنفعل ذلك؟ يكون بالحرب النفسية اللانهائية، عملية ألترا إيجو. مرحبا بكم في فندق ألباين أيها الشبان، تعرفون زملاءكم في الغرف. زملاء قسم الدفاع. زميلي. أجل، ضعنا في الجناح الأيسر. مستحيل، الجناح الأيمن. أجل يا شيكس، قوة الزملاء. لن أقول هذا. هيا، سيكون ممتعا. قوة الزملاء. ما زلت لا أعرف لماذا سأبقى بمفردي. لأنك لم تسمع نفسك وأنت تشخر. أجل، الأمر أشبه بصوت القطار. أجل. التدريب في الساعة 6:30. نعم أتعلم. فلا تتأخروا. شيكس، يا شيكس، 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 بسرعة، نمنا كثيرا. شيكس، كلاوس، الأفضل أن تجهز. جاهزان أيها المدرب. شكرا لك، كدنا نعاقب. قوة الزملاء. قوة الزملاء. أجل، كلاوس، هيا لنفعل ذلك. أجل، هذه هي قوة الزملاء. أهلاً يا رفاق، مقابلة سريعة. حسناً، أترغبين في الماتادور؟ شيكس، سجلتما 7 أهداف في آخر 5 مباريات، كيف فعلتماها؟ أود القول بأن الفضل يعود إلى الشبان، لكن الفضل يعود إلي وقليلاً إلى زميلي شيكس. إننا جيدون لأن كلاوس بحالة جيدة. أجل، 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 أجل. أهلاً، هل هذا أنا كلاوس؟ سيد كلاوس، كنا نتوقع قدومك. رائع جداً. صديقي عزيزي، إنه أنت. أنا وينر هوت دوغ، وأنا المخرج. إذن كيف تود أن يكون البطل نجم التلفاز الجديد؟ كاتمان. أوه واو، لكن لماذا أنا؟ اهدأ يا كلاوس، أنت رياضي والأفضل في لعبتك ومثالي لدور كاتمان. سأفترض هذا. وأيضاً إنكما متماثلان جداً، كلاكما بطل بالفطرة، ومعك مساعد رائع. ومعك مساعد رائع.
أعرفك على دوغ بوي. كلب لطيف. أهلا. وأنت مضحك أيضا. الكاميرا تحبك مسبقا. المدرب لن يسمح بذلك. حسنا، لن نخبره إذا لم تفعل. كاتمان ودوغ بوي. انظر يا دوغ بوي، إنه عدونا اللدود شاكلر. لما يسمونه هكذا؟ لأنه يضحك كثيراً؟ لا يا دوغ بوي، بل لأنه يرمي الأشياء. اتبع خطواتي. كاتابانجو. عبارة قرد جميلة. كات. إنها عبارة قط. عبارة قط. لماذا لا تحفظ جملك يا دوغ بوي مثل كلاوس؟ إذن ما هو رأيك؟ الحبكة ضعيفة ودافع الشخصية غير مقنع، وبالطبع لن أتكلم عن النهاية. أجل، أوافقك تماماً، لكن قصدت التجربة على كلاوس. أنا لا أفهم شيئاً، ما علاقة هذا بكرة القدم؟ دعني أشرح لك. سيتم عرض كاتمان ودوغ بوي طوال أيام الأسبوع في فندق ألباين. ما هذا؟ إنه على جميع القنوات. أينما ينظر كلاوس سوف يرى نفسه البطل. سيكون اسم كاتمان الاسم الأكثر انتشاراً. لابد أن كاتمان هو أفضل ممثل في هذا العمل. وكيف سنتمكن من إيقاف كلاوس؟ أجل، سيتسبب هذا بزيادة ثقته فقط. بالتأكيد، لكن هذا الشعور الزائد بالثقة سوف يجعل كلاوس جاشعاً، وسوف يظن أنه البطل القادر على أن يفعل أي شيء بنفسه. أنا كاتمان ولدي خطة شجعان. أرجوك، أي شيء إلا كاتمان. أهناك شيء لا تستطيع فعله؟ خط إمداد شيكس وإلماتادور سوف يتوقف، وميزة سوبرسترايك الإضافية سوف تنتهي. لا تقلق يا صديقي، جاهز للتدريب. ها؟ شيكس، كلاوس، جاهزان؟ بالطبع جاهزان. أسرع يا كلاوس، لقد نظفت أسنانك بما يكفي. إنه شخص متكامل، ألست محقا؟ شباب، مهارات كاتمان أولمبية، ودوغ بوي يعرف كيف يتلقى الضربات. هكذا كاتمان ودوغ بوي غير رائعين، وهذا رائع. أجل، في أول ساعتين ظننته سخيفاً، وبعد ثلاث تعلقت به حقاً. كلاوس، لقد قام المدرب بجولة صباحاً، لكن غطيت على غيابك. إذن أين كنت؟ لقد كنت أجري. يجب أجري، نعم الكرة بسرعة. كنت أجري. اتفقنا. أنا مستعد يا كلاوس. تعرف دورك. أهناك شيء لا تستطيع فعله؟ أي شيء إلا كاتمان. أنت فعلا بطل بالفطرة. نحن جاهزون. التزم بخطة الفريق يا كلاوس. لقد رأيت ثغرة فانتهزت الفرصة. كان بإمكانك ولم تفعل. سأصلح الأمر، دائما أفعل ذلك. كلاوس، قل لي، هل أنت بخير؟ تصرفت بغرابة في التمرين. أنا لم أتصرف بغرابة يا شيكس.
اسمع علي أن أنام مبكراً الليلة، سأركض مجدداً صباحاً. جيد، سأنضم إليك. لا شيكس، فكرة سيئة. إذا أتيت، من الذي سيغطي غيابنا؟ قوة الزملاء؟ أجل، قوة الزملاء. حسناً يا زميلي، لنرى ما الذي تفعله حقاً. كلاوس هو كاتمان؟ لكن لماذا لم يخبرنا؟ آخر مرة أضع هذين معا. تشيكس، كلاوس، الأفضل أن تكون حالا أيها المدرب. حالا أيها المدرب. حالا أيها المدرب. لا دخول دون تصريح، تعليمات صارمة. لكن أنا صديق كلاوس. أجل، إنها التعليمات، حتى أصدقاء كلاوس. ماذا؟ لا 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 بأس، نحن نلعب سوياً، فريق سوبا سترايكا. قلت تعليمات صارمة، ولا حتى سوبا سترايكا. حسناً حسناً، مستحيل. علي التحدث مع كلاوس، لكن كيف؟ أوه كلاوس يا صديقي، عزيزي، أنا متحمس جداً كي أرى ما تخبئه لنا في جعبتك. دوغ بوي، تأخرت مجدداً، لماذا لا تكون مثل كاتمان؟ كلا، أعني كاتمان، هل يمكننا التحدث للحظة؟ ما هذا؟ هناك شيء مختلف فيك. كنت تحسن لياقتك، صحيح؟ حسناً، الجميع إلى مكانه. وأنت أيضاً يا دوغ بوي. هاي، دعوني أخرج، سأفوت التصوير مجدداً. رميك للأشياء يفوق الاحتمال. يفوق الاحتمال؟ لا تتحمل أنه إذن. أوه، صد رائع يا دوغ بوي، أنا مدين لك بفطيرة. كاتمان، أوه يا كاتمان. أنا كاتمان، ولا شيء يوقفني. هيا. أجل كلاوس، حركة رائعة. أشاهدتم الأمور الرائعة التي يفعلها النجم كلاوس؟ أوه، أراكم لاحقاً، لدي مباراة أفوز بها. كلاوس انتظر، علي محادثتك، إنه أنا. استريحوا جميعاً، كلاوس غادر المبنى، عمل جيد في قسم التخطيط. يبدو أن كلاوس قد وقع في فخك الصغير. دوغ بوي، قال الكولونيل استريحوا، وهذا يعني أن تنزع القناع. أنا أفضل أن أبقى في شخصيتي طوال الوقت. أحببت هذا الشخص، ملتزم حقيقي بقضية آيرون تانك. يوم المباراة في ملعب فورتريس. كان أسبوعاً حافلاً بالإعداد الشاق لكلا الفريقين، وأسبوعاً شاقاً لي أيضاً، والجلوس في فندق لديه قناة واحدة. يم 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 كاتمان. لقد سمعتها بما فيه الكفاية. كلاوس، أين كنت؟ أين كنت؟ ليس مهماً، المهم هو ما سأفعله بأيرون تانك. وأين زميل غرفتك؟ ها أنا أيها المدرب. كلاوس، علي محادثتك. كلاوس، سو
سوبر سترايك كان فعالاً جداً في آخر مبارياته. أسيتمكن الماتادور وشيكس من تسجيل الأهداف ضد فريق الدبابات؟ أنا على علم بأمر كاتمان ودوك بوي. ياه، الجميع يعلم بأمر كاتمان ودوك بوي، إنه برنامج عالمي. إنه ليس برنامجاً عالمياً حقاً. المكان الوحيد الذي يعرض فيه هو ألباين. يجب على شيكس الجري في المسافات وليس وراء كلاوس. أجل، اللعب خارج الأمكنة قد يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة إلى سوبر سترايكا. لقد سئمت حقاً من تقليدك لكاتمان. ألا ترين فريقنا الرائع مكاتمان وبريندا؟ أنت تعلم سري الآن، لكن كاتمان ودوك بوي هو فرصتي لفعل شيء شخصي. هذه هي النقطة الأساسية، إنه ليس شيئاً خاصاً بك. هنا كلاوس. أنا كاتمان ولا شيء يوقفني. مباشرة في أحضان الحارس، تسديدة غير جيدة. أحسنت يا صديقي، يبدو أن عملية ألترا إيجو قد نجحت. أجل، بالطبع يا سيد أوبر، لكن أنا أمزح فقط. كلاوس، كاتمان ودوك بوي مجرد تجربة يقوم بها آيرون تانك. ها، ربما أنت مثل الماتادور، حزين لأنك لا تحرز الأهداف. حاول أن تفهم. إنه على حق، أنا منزعج. عليك تصديقي يا زميلي. ها، المرة القادمة سأسكن مع بيج بو. ماذا؟ شخيري ليس سيئاً جداً، صحيح؟ كلاوس لن يصغي إلي، لكن أعرف شخصاً قد يستمع إليه. كلاوس، ما الذي فعلته في الخارج؟ أجل، فلتمرر الكرة. ماذا بك يا كلاوس؟ لا أصدق أن أيرون تانك سيحطم نجاحنا. شباب، تتحدثون وكأننا خسرنا، هذا ليس من شيم الأبطال. كلاوس، أنا أود أن أشاركك شيئاً. دوغ بوي؟ أحب هذا البرنامج. شيكس؟ لم أعد أحبه بعد الآن. ودون مقدمات، سأقدم لكم كاتمان. لا، أنت حقاً كاتمان. لا أصدق أننا لم نخمن الأمر. لا تقل، المدرب هو شاكلر. شباب، إن كاتمان هو فخ أعده آيرون تانك. ما هذا؟ أيعملون في التلفاز؟ كنت هناك ورأيت أوبر وفان بوشب والجميع. مستحيل أصدق. إذن في النهاية أنا لست مثالياً مثل كاتمان. هيا كلاوس، أنت بطل في كل مرة نلعب فيها كرة القدم. زميلي، فريق آيرون تانك خائف جداً منك، اضطروا لتزييف برنامج كامل من أجل خداعي. ونحن مساعدون بالنسبة إلى بعضنا، هل تفهم؟ شيكس، آسف لأنني لم أستمع إليك، وآسف جداً بشأن الفطيرة. قوة الزملاء؟ قوة الزملاء. كلاوس، أما زلت تملك بعض مهارات التمثيل؟ شوط أول صعب للقمصان الحمراء. لنرى إن استطاعوا التماسك خلال الاستراحة. أمزح. سوبر سترايك يهجمون الآن، هل سيستطيعون استعادة بريق آخر مبارياتهم؟ صدقيني إن كل ذلك يتعلق بمقدرة كلاوس على تمرير الكرة. ماك، انظر، سوبر سترايك يهددون مرمى فريق آيرون تانك. كلاوس، أنا هنا. هيا يا كلاوس، تشجع الآن. يمكنني فعلها. أوه، هناك مساحة فارغة في المنتصف. يبدو لي أن كلاوس يتطلع إلى إحراز هدف. لا، تمريرة مخادعة. عمل بطولي من أجل فائدة أعظم. واحد مقابل لا شيء. يفي بالغرض يا بريندا. إنه يسرق حركاتي. أه.
البرنامج التلفزيوني القادم هو أكشن دراما بطولتكما، اسمه أهرب وانجو بحياتك، والبرنامج سيبدأ الآن. كما قلت لك النهاية سأري أما أظنني سأكون أفضل من كاتمان. أكون أو لا أكون يا كاتمان، هذا هو السؤال. لا بأس يا زميلي، بل إنك أفضل منه بكثير. هل وقعت لي توقيعاً لكاتمان؟ بالتأكيد. فقط لا تدع الأمر يزعجك، أتفهم؟ لا تقلق، لا أحتاج أن أكون بطلاً خارقاً، فأنا عضو في فريق سوبر سترايكا. إلى المسبار الكوني. أقترب من القمر الصناعي. هنا المسبار الكوني، أسمعك بصوت واضح. سبع درجات لليسار. لا لا، ثلاث درجات يمينا، قليلا لليسار، والآن نحو اليمين. تماماً، رائع. سأعود الآن. اللعبة تستمر والنتيجة تعادل. إن كان لأحد إخراجهم من الورطة فهو كولجو. نعم، ملك الدوران قد أرعب باركا بتمريراته. وتمريرة جديدة، مفتاح إيفن. هدف. هذه التمريرة من عالم آخر. أوافقك تماماً. كول جو يعبر منطقة الهدف. مفتاح الفلين، والجماهير تهتف. آسفة إيلين، هذه محطة فضاء وليست ملعباً للكرة. يكفي أنك تستخدمين معدات رصد مركبة ولاية الفن لمشاهدة سوبر سترايكا. هيا، يمكنني أن أرى بث القمر الصناعي خارجاً. سأخسر كثيراً إن لم أستخدمه. كويكب 237 في المجال، هيا إلى العمل. رفاق، هل شاهدتم هذا الرسم؟ منذ عصور. نعم. يا كلاوس، منذ زمن بعيد. ما رأيكم بهذا الفيديو؟ شاهدت هذا؟ شاهدت هذا منذ زمن. حسناً، أراهن أنكم لم تروا هذا. بطاطا غير واضحة؟ لا يا المتادور، إنه الكويكب الذي يدعى 237 وسيعبر بجانب الأرض الأسبوع القادم. وستكونون مشغولين بالتحديق بهواتفكم المحمولة لتشاهدوا الكويكب في الأعلى. جدياً يا كولجو، لما أنت ضد التكنولوجيا؟ ينقل المدرسة القديمة نحو الأعلى. نعم، المدرسة القديمة، وما الخطأ في ذلك؟ كما أني أمتلك هاتفاً. ماذا؟ ليس قديماً جداً، ومزود بمرفق للفاكس وكل شيء. مرحباً. مرحباً، نحن من القرن 21. عليك أن تنضم إلينا. رسالة من المدرب. وماذا تقول؟ مباراة أوريون تأجلت ليومين آخرين. يا رجل، إنه نفس موعد مرور الكويكب. هم.
هاتف كولجو الجديد؟ الشاحن يباع بشكل منفصل؟ ما أقدمه؟ سأنشر ذلك على نتر مباشرة. حسناً حسناً، من منكم فعل هذا؟ شيكس، أنت صامت بشكل يدعو للشك. إنه غاضب لأنه لن يستطيع مشاهدة حبة البطاطس تلك عن قرب. أنا لا أفهم لماذا أجل المدرب تلك المباراة، فهو يحب علم الفلك. سوبر سترايكا، أهلا بكم في سوبر سفير. مرحباً يا مدرب. إذن أيها المدرب، لما أجلت المباراة إلى نفس موعد الكويك باثنان ثلاثة سبعة؟ عظيم أن أرى هاوياً لعلم الفلك في دوري الأبطال مثلي. تخيل يا شيكس، في وقت مرور الكويك بالضخم فوق رؤوسنا سيكون هناك فريقان يتصارعان على أرض الملعب. مناسبة جميلة. نعم ربما. وماذا هناك؟ هذه المنشأة ستساعدنا في فهم الكويك بأكثر. رائع، سأتفقدها. آسف يا شيكس، أقل الاهتزازات يمكن أن تشوش على القراءات. لا يسمح لأحد بالدخول لإثنان ثلاثة سبعة. شيكس، التمرين. هيه إلى هنا. قادم إليكم يا رفاق. هذا عمل جيد. هيا تعالوا. المدرب بلاك لديه جانب تكتيكي ودفاعي منظم. اختراقهم سيكون صعبا، لكن لدينا شيء لا يمكن إيقافه مهما كانت الخطة. تسديدات الماتادور الرائعة؟ طبعا هذا خطأي، إنها مراوغاتي. إنه يتكلم عن مفتاح إيفن يا ذكي. اختراقات كل جو لن تحقق الفوز. أنت تحتاج لمهاجم لإحراز الأهداف. أتريد المراهنة؟ لنجعلها تدور. أرأيت يا إلماتادور؟ مع مفتاح إيفن أياً كان سيحرز هدفاً. أو حتى هذه الدمى. صديقي، كان هذا رائعاً. كيف تعرف متى سوف تدور الكرة؟ بالتمرين والتمرين و... ماذا أيضاً؟ التمرين، نعم. لقد كنت أقضي بعض الوقت حتى يصل الكويكب. دعيني أخمن، القمر الصناعي ناتر في الخارج. ستكون خسارة عدم استخدامه. هناك الكثير من التحضيرات لإنجازها. علينا أن نكون مستعدين لتحليل تكوين وسرعة وعمر ومسار 237، فضلاً عن الجاذبية التي سيمتلكها عندما يمر من هنا، لأننا أقل تأثراً بالجاذبية الأرضية، وشيء بحجم 237 سيكون تأثيره غير اعتيادي. حسناً يا رفاق، تمرين جيد. نعم، أنت تستحقها. ها؟
مباراة الليلة في سوكر سفير. أوراين يستضيف السوبر سترايكا. هل لدى أحد إشارة؟ لا، ليس أنا. لا، ما هذا؟ الكويكب قد يسبب تشويشاً مغناطيسياً، لقد قالوا ذلك في محطة الأخبار. حسناً حسناً، أنا لدي إشارة. نعم، هذا لأن هاتفك يعمل على الفحم. انسوا أمر الإشارة وتأكدوا أن هجومكم سيكون قوياً. نعم، هيا بنا نفعلها. قد بدأت المباراة. استحواذ منظم من فريق سوبر سترايكا. راستا يرسل للجناح الأيسر، وتعلمون ما يعني هذا؟ نعم، ملك الدوران على وشك وضع مرسوم ملكي. وها هي. قريبة جدا. تحذير مبكر لفريق أوراين. نعم، لكن المدرب بلاك لا يبدو قلقا جدا. ومرة أخرى راستا يجد كولجو. ما كان ذلك؟ كولجو يقوم بالمهمة عن مدافع أوريون. ليس من طبيعته إضاعة هدف. كرة أخرى غير ناجحة. وهذه أسوأ. ما الخطو في كرات كولجو العرضية؟ يا روزلين، هل الجاذبية الناجمة عن الكويكب تؤثر على الأشياء على الأرض؟ ربما، فقط على الأوزان الخفيفة. مثل كرة قدم تدور. علي تنبيه سوبر سترايكا. لأغراض بحثية، طبعاً. قد يكون ذلك صعباً للاتصال بهم مع تشويش 237 على إشارات الهاتف. الترددات التماثلية محصنة من هذا، لكن لا أحد يستخدم هذه الهواتف. هيا، يمكنك فعلها. كولجو يرسل الكرة مباشرة إلى الخصم. والآن فريق أوريون يستطيع الهجوم. إنها كرتي. ماذا؟ فريق سوبر سترايكا في مشكلة حقيقية الآن. كولجو أخطأ في تقدير مسار الكرة. وبيك بو ذهب في الاتجاه الخطأ. النتيجة 1-0 لأوراين. وكل هذا بدأ بإبعاد كولجو للكرة. نعم، في لعبة واحدة ملك الدوران فقد لمسته تماماً. إن هذا تصرف غير مسؤول وخطر جداً. هيا، هناك قمر صناعي قديم للاتصال في الخارج، وسيكون من الهدر عدم استخدامه. هل تعلمين كم جزءاً من الكويكب يتطاير هناك في الخارج الآن؟ وإذا صدمت، علي تنبيه سوبر سترايكا. أنا لا أعلم ماذا حدث أيها المدرب. لقد مررت جميع الكرات بشكل متقن. لم تبدو كذلك.
هل يمكنك إطفاؤه رجاء؟ أنا لا أعرف كيف. نعم، لم يكونوا قد اخترعوا زر رفض المكالمة عندما صنع هذا الهاتف. انتظر، حقا؟ نعم، ليس فيه زر رفض. حسن، رد إذن. اسمع، أنا لا أستطيع الكلام. حسنا إذن، من منكم وراء هذا الهراء؟ يقولون إنهم يتصلون من محطة فضاء. لم أكن أنا. ولا أنا. هذا ظريف، لو كنت أنا لاعترفت حتما. من يتكلم؟ كول جو، أنا إيلين فرايس من المسبار الكوني. لست هجومية، لكن عليك أن تسمعني. والآن هذا الاتصال غير ثابت بشكل خطير. الكويكب 237 يشوش على. مرحبا. من إيلين إلى المسبار الكوني، أنا قادمة في الحال. هل لديكم أي فكرة عن مكان هذا؟ قالت إن الكويكب يشوش على شيء ما. هواتفنا؟ لم تتصل من الفضاء لتخبرنا أنه لا يمكننا استخدام ناتر. إذن ما هو الشيء الذي لا يعمل؟ أكره ذلك، ولكن ربما تمريرات كول جو يفسر هذا لما كانت الكرة تدور هكذا. لكن هل يمكن للكويكب هذا؟ يمكننا اكتشاف ذلك في منشأة المدرب. لكن لا يسمح للجميع بدخولها. ليست كذلك، لقد رأيت فريق أورين بكامله يخرج منها البارحة. ها؟ واو! إذن ما علاقة هذا بالكويكب؟ دعنا نكتشف. نجحت الآن؟ ها، أنا لا أفهم. لديك شك؟ اضغط الزر الكبير. تطبيق عكسي للجاذبية. المدرب بلاك صنع طريقة لعكس دوران الكرة. إنه لم يصنع، بل يحاكي. الكويكب يعبث بتمريراتك العرضية، والمدرب بلاك درب فريقه ليكونوا مستعدين. هل يمكنك التكيف؟ لا أعرف يا أخي، كنت أتمرن على تمريرة مفتاح إيفن باستمرار، لا يمكنني تشغيلها أو إيقافها. لحظة، ربما لست مضطراً. الشوط الثاني بدأ، هل يمكن أن يعود السوبر سترايك إلى المباراة؟ أبقوها على الأرض يا رفاق، تمريرات قصيرة. أتعتقدين أن كولجو قد فهم؟ أتمنى ذلك حقاً. ولكن أين هو؟ انظروا، كول جو بدل مكانه مع تايجر. لا يمكن أن يكون سيئاً أكثر مما فعل في مكانه الطبيعي. أمتأكد أنها ستنجح؟ لست متأكداً. ها؟
ملك الدوران يعاد إلى العرش مجددا، لكنه انتقل نحو الجناح المعاكس. مرحبا، هذا رائع. إذن هل قبلت مشاهدة كرة القدم على معدات المراقبة؟ لا، هذا يكون بحثاً حول تأثيرات الكويكب على كرة القدم. مرحباً، هل هذا الشيء يعمل؟ أسمعك بوضوح. رائع، لا أصدق أنني أحدث لاعباً من الفريق. لا أصدق أني أتكلم مع رائدة فضاء. من قال إن كول جو سيصبح مهتماً بالتكنولوجيا حقاً؟ نعم، كان بحاجة لبعض التحفيز. هل تمانعون يا رفاق؟ ها؟ حسناً، أرجوكما، أحتاج لفراغ أكبر. كم من الفراغ تريدين؟ إذن أنتم وسط المحيط، لا أرى اليابسة، وخلفكم هي موندو كاهونا، أخطر وأكبر موجة في العالم. ماذا ستفعلون؟ تجدفون حتى تتكسر أذرعكم. 1، 2، 3، انهضوا. بعدها تناول الغداء. كفاك يا كول، لقد أفسدت لقطتي. لبرنامجك الواقعي المزيف؟ إنه ليس مزيفاً، بل اختبار تصوير. لأمتلك برنامجاً خاصاً، لابد أن يشاهد المنتجون قطعاً مصورة. بمناسبة القطع، قطعنا جاهزة. رائحة اللحم لذيذة. عاصفة ثلجية متجهة إلى ملعب القلعة، لذا سنغادر باكراً لنتدرب على هذا الطقس. سنواجه فريق أيرون تانك. سيكون في ملعب القلعة بمنتصف أكبر عاصفة في القرن. ماذا تفعلون؟ كتيبة التخطيط، تقرير سير العمل. الحفارون يعملون لوقت مضاعف أيها العقيد، يتوقعون إيجاده خلال دقائق. يا ناين، تحفرون منذ أكثر من 3 أسابيع، لما ستجدونه الآن؟ سيد القائد أوبر، تبعاً للاحتمال الإحصائي، كلما بحثنا عن القطعة الأثرية أطول زاد احتمال إيجادها. ماذا؟ ارفع صوتك. لقد وجدتها. اليوم الأول، متجهون لجبال الألب، سنحتاج لمهارات نجاة عالية. أجل، مثل كيف سننجو ونحن جالسون على هذه المقاعد المريحة؟ أيرون تانك؟ ما الذي يفعلونه هناك؟ مرحباً يا فريق. مرحباً يا برو. بروفيسور، طبقاً لحساباتي هناك عاصفة ثلجية محملة برياح جبلية، والجو سيصبح عاصفاً خلال 48 ساعة. هذا جيد، لأننا في جبال الألب. أعني أن المناخ سيكون قاسياً يا إلماتادور. لا، نحن في جبال الألب. الطقس سيكون سيئاً. ماذا؟ كنت أحاول المساعدة. كما قال نورث شو، اللعب مع أيرون تانك خلال العاصفة سيتطلب مهارات نجاة متقدمة، وأنا أعرف المكان المناسب لتعلمها. اليوم الثاني، ذاهبون للقاء خبير التدريب، والمكان الأفضل وظروفه تتشابه والقلعة. المكان بارد
ولا أقصد بارداً، فقط أعني أنني سأتجمد. مع ظروف جوية بهذا السوء، تستطيعون تخيل ماذا يمكن أن يحدث مع هبوب العاصفة الثلجية في جيكس؟ جيكس، ماذا تفعل هناك؟ قاعدة فريق النجاة 101، لا تتفرقوا. حسناً، أنا قادم. أخيراً. لما تأخرتم هكذا؟ رائع، إنه بديع حقاً. إنه بالفعل أروع مما تخيلت بكثير. مع اكتشاف كهذا سنصبح لاعبي كرة القدم الأشهر. هذا جميل. أجل، دافئ جداً، يعجبني كثيراً. بملابس البروفيسور الحرارية سوف تتحملون الصقيع. الآن قابلوا مدربكم الخصم. الأشجار. أعضاء فريق آيرون تانك أضخم منا، لذا ما يميزنا هو السرعة والخفة. هذا سهل، سأقوم بحركة كلاسيكية. لكن الصقيع والعاصفة الثلجية سيجعلان الظروف أصعب. إذن ماذا سنفعل؟ ستستخدمون مسامير مستطيلة من أجل الثبات. أعطني المسامير أيها المدرب. آيرون تانك، لكن أردنا جعلكم تجربون طعم الخسارة. كان هذا الأداء رائعاً للغاية. شباب، يبدو أنني قد أخطأت قليلاً في بعض الحسابات. تبينت أن العاصفة الثلجية ستبدأ حسناً في الحال. هذا ليس جيداً يا أصدقاء. هل أحد منكم لديه أفكار؟ قولها. لن يحدث يا أخي. فلتقل. هذا مستحيل. تريد هذا؟ حسناً، ماذا سنفعل؟ نحتاج أغصاناً، ثمار صنوبر، والكثير من الإصرار والتحدي. بدأت العاصفة باكراً. ممتاز، الظروف مناسبة لبرنامج تدريب فريق الكرة الشتوية. إن المعلومات التي قمنا بجمعها، كما تعلم، ستجعل هذه العاصفة كنسمة ربيع. لكن هذا الطقس هو الأسوأ منذ عقود طويلة. ربما، لكن البيانات المجموعة من تعود لآلاف السنين الماضية، من العصر الجليدي. وقت المباراة سنجمد فريق سوبر سترايك عن اللعب. اليوم الثالث، حفرنا في الثلج لنصنع مخبأً ليحمينا من أخطار الليل. مع وصول الرياح 20 عقدة، سيسبب هذا درجات حرارة منخفضة لحد التجمد. نورث. أجل يا كول جو. شكراً لإنقاذنا من البرد. ما تفعله هو أمر مدهش. إن هذا واجبي، لكن يجب أن ننجو من هنا لو أردنا أن نسوق لهذه الحلقة. لا توجد بشائر، العاصفة ما زالت شديدة. ماذا حدث؟ شيكس. أوه.
يا شيكس. تنحوا جانبا يا سادة. لا يمكن أن تكون جادا. شباب، صديقنا في حفرة عميقة. حقا، نورث الوحيد من لديه المهارات ليتبعه. ماذا؟ إنها حقيقة. منتصف اليوم الثالث، سقط زميل في حفرة. أخذت معي حبلا ومهاراتي. ماذا ستفعل؟ لديه مهارات. رائع. لكن فيما يحتاج أيرون تانك رجل كهف مجمد؟ أنا متصوت لرؤية هذا. أجل بالطبع، لن تصدقوا هذا، إنه مذهل. انظروا ما حدث لجد جد 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 ثور الأكبر. لا أعلم عما تتحدث. هيا قل التعبير. لا هيا، أنا لا أريد. إن هذا أمر. كما قال المثل، يخلق من الشبه 40. انتباه، كفى تفاهة، تبقى يوم على مباراة سوبر سترايكا. نحن هنا لأجلي. هل هذا يا ثور؟ أظن أن جد جد جدك الأكبر يريد إخبارنا بشيء. إنه ليس من أجدادي. حسناً. لا تقلق، وصل الإنقاذ يا صديقي شيكس. دخلاء، جواسيس، أمسكوهم. أنتم في كهف به رجل مجمد وأيرون تانك خلفكم، ماذا تفعلون؟ اقفز. ألديك نصيحة للتخلص منهم؟ أجل، منذ كهونة. الموجة العملاقة؟ ظننتك تموه. كل ما في برنامجي حقيقي شيكس. 1، 2، 3، انهار. ماذا سنفعل الآن؟ أتثق بي؟ أوبر، أجب يا أوبر، أعطني التقرير. لا أثر لي أي أحد. حسناً، ارجع للكهف من أجل المرحلة التالية من كرة القدم الشتوية. علم سيد العقيد. أحقيقي بما يكفيك؟ مدهش. واو، هذا حقيقي؟ مدهش. الأمر واضح، رجل فضاء بلا أي شك. لا 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 لا، إنه ليس رجل فضاء، بل رجل الثلج. إذن يا بروف، هل أخبرتنا المزيد عنه؟ كان يعيش في آخر عصر جليدي. تعني أجلد من هذا؟ أجلد بكثير يا كولجو. في هذا الوقت كان الكوكب مغطى بالثلج. وأيرون تانك يدرسون شخصاً عاش وقتها. شباب، لا تقلقوا بشأن هذا، لدينا عدتنا ومسامييرنا، نحن مستعدون لأي شيء من أيرون تانك أو حتى الطقس. الآن حان إطلاق فريق كرة القدم الشتوية.
في ملعب القلعة الجليدية. لا أعرف يا بريندا، أنا لا أشعر بالبرد. آيرون تانك أم سوبر سترايكا، من هو الأفضل؟ ستحسم هذه المباراة أي الفريقين مستعد لظروف الطقس. من المفاجئ أن سوبر سترايكا مسيطرون على الظروف المناخية أكثر من أصحاب الأرض الأصليين. تفوقوا ببراعتهم على فريق تانك، هذا جميل. جاكس، مرر إلي. الماتادور يستعد لتسديد هدف. إنها بداية مذهلة، رجال الملابس الحمراء يسيطرون على الملعب رغم ظروف الطقس. ظروف الطقس؟ أنا لا أعرف ما الذي تتحدثين عنه يا بريندا. إن سوبر سترايكرز مستعدون أفضل مما ظننا. مسامير خاصة؟ إنها فكرة ذكية، أتمنى أن يفي جد جد جدك الأكبر بوعده. بالطبع سيفعل. إنه ليس جدي. حسناً؟ لا تقلق، ربما يكون سوبر سترايكا أسرع منا الآن، لكن قريباً سيؤثر البرد على سرعتهم. نصف المباراة الثاني، والأحوال الجوية تسوء كل لحظة. أجل، ستكون السترة فكرة رائعة يا ماك. يحتفظ فريق سوبر سترايكا بالكرة لوقت أقل. يستعيد لياقته في المباراة. ما التالي في هذه الإثارة يا ماك؟ ماك؟ اليوم الرابع، بدأت الأمور تسوء جداً. لم أخطط لهذه النهاية في أول حلقات يا شيكس. استعددنا لهذا الطقس لكن ليس هذا. أجل يا صديقي، إن المباراة تفلت من بين أيدينا. ربما التزلج سيجعلنا أسرع. موندوكا هنا؟ موندوكا هنا. موندوكا هنا ماذا؟ تتحدثان مع البروفيسور كثيراً. فقط أعطوني الكرة. آيرون تانك يتطلعون للاستفادة من أرض وطنهم في الوقت الحالي. سوبر سترايكا في ورطة كبيرة، مثل ماك تماماً. عرفت أنه سيعجبك. والشيكس لديه مشاكل خاصة. لنرى لو آيرون تانك سيسددون الهدف الثاني. صد رائع من بيك بو، وأرسلها مباشرة لنورث شاو. لكن يبدو أن هذا جيد. ضربة شديدة من جوان أوبر. تعلمتم من رجل الجليد أثناء عاصفة جليدية نزع المسامير. ماذا تفعلون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، انهض. سرعة لا تصدق من شيء. تبقى حارس المرمى.
أجل، أخبرتك أنني لا أشعر بالبرد أبداً. صديقي رائع، لقد فعلتها. نعم، المدرب محق. تطلبت هزيمة آيرون تانك مهارات نجاة حقيقية. بالنظر لملابسات الوضع فإنه من اللائق فقط أن يكون الهتاف ساحقاً. رأيتم؟ لست الوحيد الذي لا يفهم هذا الشخص. ما أعنيه هو؟ لقد تألقتم حقاً يا أولاد. عبقري. اكتشفتم رجلاً مجمداً، تدربتم في درجات منخفضة، وهزمتم آيرون تانك في قلعة الجليد. الآن ماذا ستفعلون؟ سوف نعود إلى أرض سترايك المشمسة ونشعل ناراً للشواء ونشاهد أروع برنامج نجاة واقعي مطلقاً. أنا نورث شاو وهذا هو ما تفعلون. برنامج رائع. فلتودع إذن جد 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 جدك الأكبر يا ثور. إنه ليس جدي الأكبر، كانت فكرة غبية من البداية. في النهاية لن تستطيع تعلم شيء عن كرة القدم الشتوية من رجل مجمد. يوم المباراة وللجميع وجهة واحدة في سترايك لاند. هذا صحيح، لم تمر سوى 30 دقيقة وها هم سوبر سترايك في موقع القيادة. هاي يا شيكس، هدف رائع بالنسبة لمهاجم ثانوي. نعم، أعتقد أنه رائع مقارنة بالهدف الذي أحرزته. هكذا إذن، عموماً من يسجل أكثر يفوز. أنت انتظر. إن الوقت يمر، وإلما تدور وشيكس سجل ثلاثية. آسف لك، قد حان وقت الإنهاء. وها هو شيكس يوقع على الهدف. الكرة الملتفة. نعم. لا أريد أن أكون المنافسة المقبلة للسوبر سترايكر. نعم، لابد أن التكنيكالي يرتعشون من الخوف. هذا هو ما تظنه. ما هو الظن؟ شيء أنا جيد فيه، وشيء أنا أعلمك كيفية فعله. إذن كيف جرت المرحلة الأولى يا بول؟ ما هو بول؟ إنه أنت، جهاز متموضع لفهم كل التحركات المحتملة، فهمت؟ فهمت. ما هو الجهاز المتموضع لفهم كل التحركات المحتملة؟ لديك مقاطع لمباريات الماتادور وشيكس على قرصك الصلب. يمكنك تحليل كل تعبير لهم وتتوقع كل حركة وصنع النصر للتكنيكالي. هل أنت في الداخل؟ رائع، يصبحون شديد الحساسية عندما أضع القوانين. نعم يا توني، سنلعب ضد سوبر سترايك خلال أسبوع. نتساءل إن كنت تريد التدرب؟ أعتقد أن بندكت بي برادلي قلق إلى حد ما من مواجهة شيكس وإل ماتادور. ما هو التدرب؟ ليس الآن يا بول. مهلاً، من هذا؟ زميلكم الجديد، إنه حارس مرمى موهوب جداً. بول، ها؟ ما هو اسمه الكامل؟ بول بيت بوت بادي بمبرلب. لا وقت لدي لهذا، والآن اذهبوا وقوموا بأي شيء وافعلوه.
علي إحضار بطاقة لسوبر ليج. لدي أنت وبنديكت بي برادلي وثاديو ثارينغتون و عشر من بطاقاتي. محظوظ جدا صحيح. هيا المزيد من جون جي جونسون جونيورز. هذا تملق، هنالك خمس منها في الكيس. نعم خمس. حسنا يا أولاد، تكنيكالي هذا الأسبوع. أيها المدرب، هل تحتاجون جميعا في التدريب؟ هذان الشابان سيسجلان على كل حال. كونهما في مستوى جيد لا يعني أنه عليكم التهاون. بلوك ونوث شو. لن تنقذك تسديدة الدقيقة الأخيرة هذه المرة. إن كنت تريد عدد أهداف كالذي أسجله يمكنني أن أعلمك التسديدة الملتفة. لست بحاجة إلى تعلم حركتك غير القابلة للإيقاف، لدي حركاتي. حسناً توقف، أنا لا أمانع المنافسة الصحية، لكن حاول جيداً ألا تفقد السيطرة. لقد لحقت بك. لن تلحق بي أبدا. أنتما شابان غير منطقيين. إنه ميكوتشان. ميكوتشان، المهارة في التمرير جيد جدا، لكن ليس بجودة ريانو. 89. حسنا، إنه دوري. الماتادور، المهارة الهجومية. هيا. أسمعت يا شيكس؟ بطاقة سوبر ليج خاصتي لديها قدرة. شيكس، المهارة الهجومية. ماذا؟ كيف لذلك أن يكون؟ الكرة الملتفة. كون توني لا يريد أن يتدرب لا يعني أننا فاشلون. نعم، لذلك سننزل إلى الملعب. نعم، ودون أن نهتم سنكون جاهزين لسوبر سترايكا. نعم. حسنا يا بول، لنبدأ العمل. توني يقوم بتدريب خاص مع بول. ها أنت ذا يا بول، أنت التحفة الفنية الجديدة من العيون الصناعية. إذن كيف ترى المنظر؟ ما هو المنظر؟ انطفئ في الوقت الذي أعمل فيه. ما هو انطفئ؟ جون جي جونسون، المهارة الهجومية 35. مهلاً، أين بطاقة شيكس؟ نقطة واحدة، كل ذلك بسبب تلك الكرة الملتفة السخيفة. Yeah.
مرحبا يا توني. حسنا يا بول، حان الوقت لاختبار آخر شيء من خطتي. أجل، الحقل المغناطيسي مستقر. ما هذا؟ واحدة من بطاقات جون جي جونسون الغبية. ذلك اللص المتلصص كان يتلصص هنا. بول، تحديد هوية الهدف. الهدف شيكس. نعم، إنها تعمل. ما هو تعمل؟ اخرس، أنت تفسد اللحظة. بابا، أنت عبقري يا توني. سنهزم سوبر سترايكا ونفوز بالسوبر ليج. التدريب لنا وليس فقط لبول. التدريب لنا وليس فقط لبول. ماذا تفعلون الآن هنا أيها الحلقة؟ لقد اكتفينا من معاملتك لبول بطريقة أفضل. أيها الأغبياء، بول هذا. بول ماذا تكلم؟ إن بول مريض جداً. لقد أصبح بارداً ورمادياً وهو لا يتحرك. إذن يا توني، هذا يعني أنني الأساسي؟ وهذا ما يريده بول. في الحقيقة عليك ارتداء قفازات حظه. والآن اخرجوا، اربحوا هذا من أجل بول. من أجل بول. ليس سريعا يا جوني جي جونسون جونيور. وجدت هذه على أرضية الملعب أمس. ماذا كنت تفعل هناك؟ ماذا رأيت؟ لم ترى شيئا، فهمت؟ بطاقة لتشيكس؟ غير معقول، إنها نادرة جدا. إذن أنت تنفي أنك تركتها؟ أعرف أنك مهتم بهذا. لم يكن أنا يا توني. يستحيل أن أخسر بطاقة السوبر ليج. هل أخذها؟ نعم بالتأكيد، أيا كان. حسناً، اثبتوا جميعاً. بطاقة شيكس فقدت بشكل رسمي. فقدت بشكل رسمي. لا تنظر إلي، الشيء الذي أجمعه الأرقام. وأنا لست بحاجة إلى البطاقة. حسناً، إنه أنا. لقد أتيت أمس للتدريب وربما أوقعتها على أرض الملعب. على ماذا تتدرب؟ ليست الكرة الملتفة. نعم؟ ولما أخذت بطاقتي؟ لأن رؤيتك تملأني بالغضب المطلوب وأنا بحاجة إلى محفز. هيا يا صديقي، قد تكون البطاقة مكانها. أنت من أين حصلت على البطاقة؟ توني أعطاني إياها. أكره أن أفسد الأمر، لكن أعتقد أنها لنا. هل يمكنك أن تثبت؟ لا. قال لا. احذرا، سأبدلها مقابل بطاقة بول. بطاقة من؟ بول الحارس الجديد. وكيف يبدو؟ إنه أنا لا أعرف. إنه يقضي كل وقته في مختبر توني. محظوظ. ما رأيك أن تبيع لنا الآن بطاقة شيكس مقابل 20 بطاقة لجون جي جونسون؟ ساذج. ساذجان. حسنا، هل أنت جاهز للتصدي لشيكس والماتادور يا بول؟ نعم. حقا؟ نعم، أنا جاهز. بدون أي أسئلة؟ نعم، أنا بخير. والآن فلتشهدوا معي قوة هذا الاختراع العظيم. بدأ اللعب. ب
بداية رائعة من الفريق الأصفر، لكن بلوك أنهى الخطر. أوه! هجمة مرتدة للسوبر سترايكا. يمكنك فعلها يا بنديكت. توني يعتمد عليك وبول يؤمن بك. تايجر يرسل العرضية. شيكس هناك. الهدف شيكس، تحديد الحركة. الحركات المعروفة: ركلة العقرب، الكرة الملتفة، ركلة الدوران. تم التحديد، ركلة الدوران. ما هذا؟ تسديدة شيكس يتصدى لها بنديكت. إنها قفازات جالبة للحظ. لا، هذا سيكون أسوأ مما توقعنا. نعم، استمر في قول ذلك لنفسك. سأكون مشغولاً بتسجيل الأهداف. حان الوقت لتسديد كرة ملتفة وتسجيل هدف. لا أحتاج حركاتك يا شيكس أو أقوالك. إنها اللحظة. لقد فشل زملاؤك وخصوصا شيكس. هناك شيء واحد لفعله. الكرة الملتفة؟ لا، تسديد الكرة. لقد سدد، لكنه لم يستطع أن يفهم هذه، وواقف في مكانه. أوه، كانت قريبة. شيكس يستحوذ عليها، لكن الحكم يعلن نهاية الشوط. هل رأيتم ذلك؟ قفاز بنديكت، أعتقد أنني رأيتهما يتحركان وحدهما. هل جنن؟ ماذا تقول يا أخي؟ وربما أنت تصطنع الأعذار لأنك لم تستطع التسجيل. وأنت أيضاً. هذا خارج عن الموضوع. كان برادلي ضعيفاً. عليهم أن يحدثوا معلومات بطاقة برادلي في سوبر ليج. يجب أن يحصل على تقييم أعلى. لا أعلم لما أحضر توني معه حارساً جديداً. تقصد أي حارس؟ أي حارس؟ أجل، شخص يدعى بول، ولكنه غير موجود على مقاعد البدلاء. يبدو أنه يتسكع في مختبر توني. مرحباً بول، أنت هنا؟ ماذا هنا؟ في هذه الغرفة؟ إن عتادي الأساسية موجود هنا. بول؟ نعم. أفهم من ذلك أنك حاسوب؟ وصفي هو آلة متموضعة لفهم كل الحركات المتوقعة. تلك هي. ما هي؟ هي؟ هل هذا حقيقي؟ إذن فأنت تقول أن برادلي تحت سيطرة قفازيه؟ نوعاً ما، هذا كله موصول إلى حاسوب خارق يمكنه توقعنا. ولما لم يتوقع الحاسوب تسديدتي الخاصة؟ كان برادلي متجمداً في مكانه. هذا لأنها ليست حركتك. ليست الكرة الملتفة، إنها لفة الكرة، إنها مختلفة.
فكروا الآن، بول توقع أن أنفذ حركاتي وتوقع حركاتك، ولكنه لم يتوقع أن ينفذ إلما تدور حركتك. هذا بالتأكيد. إذن فالحل بسيط، تشيكس يعلمون ما تدور حركته. هذا لن يحدث. هيا افعلها للفريق. الجماهير، الشعار، افعلها لأنها فرصتك لهزيمة تشيكس. لقد بدأ الشوط الثاني وسوبر سترايك في حالة هجوم. تشيكس يتحضر للتسديد، لكن برادلي أوقف كل ما سدد عليه اليوم. إنها لك. أوه يا لها من تمريرة. الماتادور يدخل المنطقة تحديد الهدف. الهدف الماتادور. الحركات قوس قزح، الثور، ركلة الكعب. حركة غير معروفة. حركة غير معروفة. توقع هذه. فعلتها؟ لقد فعلتها. طبعا فعلتها. تسديدة رائعة، انتصرت في هذه الجولة. في الحقيقة سأعتبرها تعادلا. أحيانا التمريرة تصنع الهدف. كل تلك النقود صرفت على آلة غبية مزعجة. الهدف توني فير. الحركات الاختراع، الفشل، القرارات الانفعالية. أنا سوف أحولك إلى مكنسة كهربائية يا كيس البراغي الغبي. مسار العمل، الدفاع عن النفس. توقف، أترك لحيتي. لا يسعني الانتظار للدخول إلى الملعب. يوم جميل وأمواج وتناول المأكولات البحرية. الملعب المائي ليس جميلاً للدرجة. ليس لهذا أي علاقة بأن ليكويدو يلعب معنا هنا، أليس كذلك؟ لا يا صاح، إنه شخص آخر. درجة ذلك يا نور. أنتما تحبان المنافسة جدا. راستا محق يا نورث شو، لا تجعل روحك التنافسية عائقا لمسؤوليتك تجاه الفريق. أين الملعب المائي؟ كدنا نصل. حسناً، هذا جميل حقاً. من الرائع أتجه إلى المطعم مباشرة. مرحباً يا نور. ليكويدو، كيف حالك يا صاح؟ أنت أبطأ حتى مما أنت عليه في الملعب. ومزاحك أسوأ منك في ركوب الأمواج. حسناً أيها الأبطال، أنتم مستعدون لجولة في المنشأة؟ خضع الملعب المائي لبعض التحسينات الكبيرة منذ زيارتكم الأخيرة. هدفنا هو القدرة على البقاء تحت الماء لمدة أشهر. الأكسجين يستخلص من ماء البحر، والمواد الغذائية في الطحالب تزودنا بالطعام. ندخل عبر البركة إلى المحيط حين يكون الملعب مغموراً بالماء. رائع، ما هذا؟ أجهزة دفع مائية، نستخدمها من أجل أعمال الصيانة. إننا ندعوها ألف دال ميم، لذا فلتلتزم بالاسم الكامل. وهنا توجد أحدث أفكارنا. هذه الكرة تحول الطاقة الحركية إلى كهربائية. ربما يوماً ما سنتمكن من إمداد الملعب بالطاقة عبر كرة القدم التي بداخله. وأخيراً لدينا غرفة التحكم، هنا حيث نراقب جميع العمليات في الملعب بما فيها عمليات الغوص والطفو. للأسف لا يوجد زر يجعلك لاعباً أفضل. حقاً. أجل. أجل صحيح. أجل بالطبع. نورث شو،
ماذا أخبرتك بشأن تنافسك مع ال... أيها المدرب، العاصفة من النمط الخامس تقترب. يا لها من طريقة لإنهاء جولاتنا، والآن ستشهدون واحدة من أعظم العجائب. أرسلا، فريق هايدرا أسرع الفرق في المسابقة، يستخدمون سرعتهم لتمرير الكرة عبر دفاعات خصمهم. إن تركتم وراءكم فجوة صغيرة سوف يستغلونها. يا مدافعون، حافظوا على تشكيلتكم طوال الوقت، وقوموا فقط بعرقلة الخصم كملاذ أخير. لا تقلق أيها المدرب، سأنال أنا من المجنون ليكويدو. هذا ليس بشأن تنافسك مع ليكويدو، الأمر متعلق باللعب كوحدة متكاملة. تشيكس، تايجر، امنح المدافعين كل شيء لديكما. يا شباب، رائع، جميل. عمل رائع أيها المدافعون. يا للروعة، أحسنتم يا أصدقاء. رجال، هي هي. يبدو الدفاع محكما حقا، لكنني أعرف كيف أنال منهم. طعام من طحالب البحر، استمتع بطعام المستقبل. أين هي المأكولات البحرية اللذيذة؟ توقفنا عن تقديمه، هذا الطعام غير مناسب في هذه البيئة. انسى أمر الطعام يا بيك بو، لدي شيء أشهى بكثير، جوائز المحيط. سيفعل تيم ذو المجسات أي شيء ليحصل على هذه الحبوب الشهية، احذر منه في أشد الأماكن عمقاً. إن المكون السري هو لذة المذاق. المكون السري هو السكر. نورث شو ليكويدو، من المؤسف أنك عالق هنا، وإلا كنت سأعطيك دروساً في ركوب الأمواج. حاول إزعاجي كما تشاء يا ليكويدو، لن يفلح الأمر. إن أردت الصيد فالأسماك بالخارج. بالحديث عن الخارج، كنت أجرب رياضة خطيرة، سباق أجهزة الدفع. أمور قوية جداً، ربما تكون صعبة جداً عليك. لقد علمت أنك مستعد لتحد صعب. سندور حول الملعب ونعود تحته، أمستعد؟ فلنقم بهذا. 3 2. ليكويدو، الطحالب البحرية، أنا قادم إليك.
الطاقم ذو المجسات سيفعل أي شيء ليحصل على هذه الحبوب. احذروا منه في أشد الأعماق. ليس جيدا، ليس جيدا، ليس جيدا. محاولة جيدة يا صاح، لكنك أمامي خاسر كليا. أن تخسر في لعبتك الخاصة لابد أن هذا محرج. سهل جدا. أجل، سهل حين تغش. ليكويدو. لا يوجد شيء يدعى تمذو المجسات. لا يوجد شيء يدعى تمذو المجسات. ليكويدو، أنت لا تصدق. انتبه، ليحضر جميع اللاعبين إلى الملعب على الفور. سيغضب المدرب جدا حين يكتشف ما الذي فعلته. هيا واجه الأمر، كلانا سيواجه المصيبة ذاتها. يجب أن نبقي الأمر في خط الدفاع. أجل، يجب أن نبقى صامتين تماماً وربما سوف يتحسن الأمر. ماذا يجري؟ ماذا يجري يا شباب؟ ماذا يجري؟ تعطل مصدر طاقتنا الأيمن، لكن ليس لدي فكرة كيف. أنا أعرف، من الواضح أن هذا من صنعي تمذو المجسات. جدياً يا أخي، لا تتناول السكر. هذا يعني أنه ليس لدينا ما يكفي من الطاقة لنعود إلى السطح. لا تقلقوا، سيصمد الملعب بسهولة حتى يتم إصلاح مصدر الطاقة. ولكن سنلعب بعد قليل. إذن دعونا نلعب. لكن ماذا عن المعجبين؟ كيف سيشاهدون جميع أهدافي؟ هذه مهمتي دايز، أنا من طاقم التصوير. أجل، بغض النظر عن مكان اللاعب، أثق أن المشجعين سيكونون معنا. أعتقد أنك تعني فوقنا. نقل حي ومباشر للمباراة من الملعب المائي، من فوقه في الواقع. لابد أن ملعب هايدرا الرائع عالق في قعر المحيط، لكن سيتم مواصلة اللعبة كما كانت. وسننقل لكم كل ثانية منها، ونشكر طاقم الكاميرا من امرأة فقط. بدأت اللعبة. فريق هايدرا يستخدم سرعته ليجتاز خط الوسط لدى فريق سوبر سترايكا. المدافعون، حافظوا على مواقعكم. هل يمكن لدفاعهم أن يصمد أكثر من أعضاء فريقهم؟ أجل، أجل وأجل مجدداً. نورث وبلوك وإيجل آي يعرفون كيف يحافظون على أرضهم رغم أنهم يلعبون تحت الماء. إن دفاعهم شرس يا أصحاب. إنهم يقومون بتصفيتنا. لا تقلقوا، أعلم كيف أستدرج نورث شو خارج اللعبة. هيا يا نورث، ما الذي تنتظره؟ حافظ على موقعك. تعال وواجهني. اثبت. ما الخطب أيها الجبان؟ خائف من الخسارة كما خسرت في السباق؟ مغفل. فيما يفكر نورث؟ لقد ترك أعضاء فريقه مكشوفين تماما. جول! يتولى فريق هايدرا القيادة مبكرا. يا للروعة! يا شريك هايدرا!
يا للهول. لكويدو. يا رفاق، لو كنت مدربا كنت سأبدل نورث. يبدو أنه يسخر من الفريق بأكمله، وأظن أنني أعرف السبب. لقد حدث صدع في الملعب المائي. لا 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 لا. دمد المجسات سيفعل أي شيء ليتمكن من الحصول على الحبوب خاصتي. لكويدو، هذا خطأنا كلياً، يجب أن نفعل شيئاً. لا شيء يمكننا فعله يا أخي. هيا، هذه أرضك، لن أتخلى عن أرض سترايكا إطلاقاً، لأنني ظننتك مستعداً لتحد قوي. من هنا، دعونا نخرج من هنا. تنحوا جانبي. دعونا نخرج من هنا. أحد أجهزة الدفع مفقودة. تمذ المجسات، خذها، فقط خذها كلها أيها الوحش. كم تناولت من هذه الحبوب؟ 10 أو 20. صندوقاً؟ غير مقبول يا صديقي، لديك حالة خطيرة من جنون السكر. إن لم يكن تمذ المجسات من فعل هذا، فمن فعلها؟ نحن. ماذا؟ كنا نتسابق عبر أجهزة الدفع وأحدثنا صدعاً في الملعب. لكن لا تقلقوا. أجل، عودوا أيها الرفاق إلى السطح، سنصلح نحن هذا. وكيف تخططان للقيام بذلك دون طاقة؟ لدينا أحد أكبر مصادر الطاقة في هذا الكون، روحنا التنافسية. كلما ركلنا الكرة أكثر تولدت طاقة أكبر. يا رجل، سيتطلب الأمر الكثير من لعب الكرة. حسن، يستحق التجربة. أجل، الكثير والكثير والكثير من التجارب. ربما لم يفت الأوان بعد لنهرب. أنتما لا تتعلمان أبداً، إن الطاقة الحقيقية تكمن في العمل الجماعي. أجل، إنها كذلك. لقد تلقينا للتو بعض المعلومات الاستثنائية. عادة تلعب الفرق الكبيرة لتحدث صخباً، لكن اليوم يلعبون ليعيدوا الملعب إلى السطح، ويبدو أن المشجعين نحوا روحهم التنافسية جانباً. لا يمكننا لومهم. اليوم إما أن يربح كلا الفريقين، وإما أن يخسر معاً. توصيل كرة الطاقة بالنظام. وقد بدأنا. أصبحت مهمة الطرفين قيد التنفيذ. هدف لهايدرا. والآن للسوبر سترايكا. انتباه، أصبحت الطاقة 15%. واصلوا التقدم. ربما هدف المباراة ليس النقاط. هذه اللعبة هي إحدى أعظم المباريات التي لعبت هنا. ليس أمراً مفاجئاً، إنهم يلعبون من أجل النجاة. وسبعون بالمئة، 80%، 90%، 100%.
هذه هي، أحضروا الكرة إلى محطة الطاقة. سأتولى هذا. لا لا، أنا سأتولى هذا. تحت تصرفك يا أخي. للمرة الأولى على الإطلاق لا أدري ماذا أقول. آه ماذا عن؟ يا للروعة، انظر. تتم عملية العودة إلى السطح بنجاح. كان هذا عظيما. بالنسبة إلي فاكتفيت من المحيط. وأنا أيضاً لا أصدق أنني كنت مهووساً جداً ب تمن المجسات. كنت محقاً يا كلاوس، هذه الحبوب أفضل من الطعام البحري. لذيذ. مهلاً، ما الذي تعتقده؟ أن تمذ المجسات يتخفى حقاً في أعماق صندوق الحبوب؟ نورشو! لكويدو! لقد أحدثتما أيها الرفاق فوضى كبيرة. و قمتما بعمل جيد حقاً. لقد فعلناها يا أخي. أجل، نشكل فريقاً مذهلاً. إذن أيعلم أي أحد النتيجة النهائية؟ نحن الفائزون بالطبع. أو رجاءً، كانت المباراة لنا، أنت كالقطة المبللة. كان الوضع جيداً طالما دام الوفاق. كانت المباراة محسوبة في نقاط الدوري، كنا سنحسم. قل جو، هل صحيح أنك ستقص شعرك من أجل بطولة الدوري المقبلة؟ إن قصصته، أين سأحتفظ بمشط الطاقة؟ الماتادور، الماتادور، من هنا. ما تعليقك على شائعات إذابة كأس الدوري بشكل تمثال ذهبي ليكون لنفسك؟ ليس صحيحاً، لكنه مغري. نورتشو، هل تنوي الانضمام إلى هايدرا هذا الموسم؟ بالطبع لا، مصادر هذه الأخبار كلها خاطئة. كابتن راستا، ما ردك على خبر انضمام دوما لإمبيزيبل يونايتد كقائد للفريق؟ ها، هذه أسخف شائعة سمعتها. أجل، ففريق يونايتد ليس بهذا الجنون ليسمحوا بعودته. دائما سخافة الصحافة قبل الموسم. أجل، لا يوجد شيء لينشروه، لذا يخترعون قصصا غريبة. معك حق، لا تحدثني عن ذلك. حسناً، ليس عليهم الانتظار كثيراً، فبطولة الدوري تكاد تبدأ من جديد. كيف كانت عطلتكم جميعاً؟ أنا أنهيت ألبومي، أما أنا فلعبت الكرة. كان في خلال العطلة؟ على الأريكة. لن تصدقوا ما فعلت بعطلتي، قضيت وقتاً جنونياً. أجل، كل هذا يبدو جميلاً بالفعل، ولكنه ليس بإثارة ما فعلت. قمت برحلة إلى قلاع بافاريا. تعلمت معلومات مثيرة. أتعرفون أن لودفيك الثاني كان يملك ساقاً خشبية؟ على عكس لودفيك الرابع الذي كان يملك يداً خشبية، والملك غانثر التاسع ركبته لينة. وقت نسيان العطلة يا رفاق. أجل كلاوس. الفوز بلقب أبطال الدوري رائع، ولكن الحفاظ عليه أصعب، أصعب بكثير. حضروا أنفسكم لفترة تدريب قبل بداية الموسم. هه
إذن أي أسئلة؟ أجل يا كابتن، أصحيح أنك ترمي الأحذية على اللاعبين حين تغضب؟ اذهب، هذه سخافة، لن نكون مستعدين للموسم مع كل هذا الإلهاء. ربما علينا أن نبتعد ونقوم بتدريباتنا خارج المدينة. يجب أن يكون مكاناً منعزلاً بالكامل وأيضاً راقياً جداً. أنا أعرف مكاناً كهذا. ما هو؟ اذهب اذهب. شعور رائع، لقد ابتعدنا عن وسائل الإعلام. أجل، لا كاميرات موجهة علينا دائما. ما الذي تتحدث عنه؟ هل تثق بهذا المكان يا راستا؟ ثق بي يا كابتن، فيه مبان فنية كثيرة وملعبان ممتازان ويتمتع بالخصوصية. إنه مكان مكتمل وهو أفضل مخيم للتدريب قبل بداية الموسم. أخبار رائعة، لقد استغرقت وقتاً لكن استطعت أن أعثر على أكبر دليل لجزر أميرتو. لقد عدنا ثانية. ماذا؟ والجزيرة موطن لأنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات. أوه، مثل طائر كواندو العجيب. الجزيرة تضم أكبر تنوع نباتي وحيواني، وعندها كان الجميع يرقصون. كما فيها أنواع من الزهور. سوبا سترايكا؟ إنبنسبل يونايتد، ما الذي تفعلونه هنا؟ دعني أحذر، مخيم تدريب من أجل الموسم. إنه الأفضل على الإطلاق. لدينا ملعبين على أعلى مستوى في الجزيرة كلها، إذن لم تكن هناك مشكلة. أنت لا تتابعين أخبار دوري الأبطال. حجزت هذه الجزيرة لخصوصيتها. عليكم الرحيل من هنا. لما لا ترحلون أنتم؟ اهدأوا. أنا لدي فكرة. لما لا نلعب مباراة لتحديد ذلك؟ إذن فكل الشائعات صحيحة. هل تركتموه يعود إليكم؟ آخر مرة لعب فيها دوما تم طرده وحصل على بطاقة حمراء. دوما ربما يكون قاسياً في بعض الأحيان، لكنه قوي وجامح. إنه الأفضل على الإطلاق. نحن لدينا تعريف مختلف لمهمة القائد الأفضل. مرحباً بعودتك للدوري. بالطبع العودة جيدة. ماذا قلت إذن يا راستا؟ الفائز يبقى والخاسر يعود باكياً. لكن على أي ملعب سنلعب؟ أجل، من له أفضلية الأرض؟ اهدأوا يا رفاق، بما أن هذا المكان يعتبر لنا، لما لا نلعب على الجزيرة بأكملها؟ نحن موافقون. إنكم لن تستسلموا أمام يونايتد، لكن ستلعب على كل الجزيرة؟ بماذا كنت تفكر؟ نقطع كل هذه المسافة لنلعب مباراة عامة؟ مفيد للياقة، جيد للعمل الجماعي، ونحن بحاجة إليه في هذا الموسم. وإن فزنا سنكون منتصرين أمام سوبا سترايكا قبل أن يبدأ موسم الدوري الجديد. إن عملنا كفريق ولعبنا أفضل واجتهدنا فلن نهزم أبداً. وأيضاً لدي خطة ستضمن لفرقتنا الفوز عليهم. إن تبعتموني من هذا الطريق سترون مركز المدينة التاريخية والبئر التاريخية وأيضاً متجر الجزيرة التاريخي. انظروا لهذا القرميد، هل تعرفون أن... كفى، توقف عن هذا السرد. حسناً، أتعرفون أني لم أريد أن أقول لكم تلك الحقيقة الممتعة جداً؟ راستا. دوما، لنبدأ عملنا هنا، ما رأيك؟ منطقتنا نحو الشمال وأنتم الجنوب. وكيف نعرف أي اتجاه منهما؟ في الواقع أتعرفون أن هناك زهرة في الجزيرة؟
لا تقلق أبداً يا راستا، القائد الجيد يكون جاهزاً. غولف؟ ولم لا؟ تعرفون القواعد يا سادة، لكن ما هي القواعد؟ لا توجد قواعد، لكن لدي نصيحة هامة جدا لك يا راستا. أبق عينيك على الكرة. كلاوس، هيا الحق به عند البئر. يونايتد، أغلقوا علي. المكان مزدحم، يجب أن نخرج من المربع. الماتادور، هيا اركض. فهمتك يا كابتن. كول جو، الجناح. بالطبع يا كابتن. تشيكس، الخطة. فهمت راستا. الآن حركة رائعة كابتن. الوقت مبكر لتبادل التهاني بيننا، أمامنا طريق طويل لنقطعه. لا، لن تفعلوا. يبدو أنكم دخلتم طريقاً مغلقاً يا سوبر سترايكا. ستقولان شيئاً لبعضكما أنتما الاثنين؟ قولا أي شيء. يبدو أنه سيكون يوماً طويلاً. كابتن، أستطيع الخروج من المناطق الضيقة في الملعب، لكن ليس مثل هذا. أجل، لأن هذه اللعبة مختلفة تماماً. يجب أن نفكر بطريقة مختلفة لنستفيد من الموقف. اقطعوا الطريق. أنا آت يا شيكس. نفد حظك يا شيكس. شيكس، أنا سعيد لأنك في القمة. أنا أيضاً سعيد أنك موجود هنا. أحياناً الكابتن عليه التصرف بنفسه. حسناً يا رفاق،
لقد وصلنا تقريبا. إنها تحرقني. ما رأيك باستخدام ما يحيط بك يا راستا؟ ها؟ استسلم يا سكارا، لا يمكنك أن تسبقني. لن أسبقك. أراكم في الجنوب يا خاسرون. 127، 128، 109. مئة وثلاثون، 131. أتعرفون؟ أنتم مجموعة مخادعين. كابتن، فرقة يونايتد ماهرون في هذه اللعبة. أجل، لأنها بلا قواعد. أجل، انظر لعيني. ماذا سنفعل معهم يا كابتن؟ عدم وجود قواعد يناسب يونايتد جيداً، لذا يجب أن نبذل أقصى طاقتنا، وعدم لعبنا في الملعب يعني أننا نحتاج لخطة. هيا الآن لنرهم لماذا نحن أبطال الدوري. 1، 2، 3، سوبر سترايكر. أولاً يجب استخدام عنصر المفاجأة، ثم يجب أن نوقف تقدمهم بدقة. على كول جو استخدام حركته الدبوسية لعبور الغابة، وعلى شيكس استخدام مهارته في دحرجة الكرة. مررت منك. هيا كابتن، إن راستا يجعل مظهرك سيئاً. لا تقلق، إنهم يتجهون حيث أريدهم بالضبط. مهلاً رفاق، لقد أضعنا يونايتد. لكنهم كانوا خلفنا. استرخي يا كابتن، ربما قرروا الاستسلام. أو يجمعون أغراضهم للعودة إلى منازلهم. ربما. واو، إنها هي الزهرة التي كنت أحدثكم عنها. هل كنتم تعرفون أنها تواجه خلاص؟ لا وقت نضيعه للمعرفة عن الزهور. مهلاً يا رفاق، ما هذا يا كلاوس؟ هذه الزهرة تواجه جهة الشمال. هناك أمر واحد أعرفه ككابتن، هو أن أستمع إلى فريقي. أرجوكم فليقل أحدكم شيئاً أو ليفعل أي شيء. لا 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 لا. هيا يا رفاق، لقد وصلنا تقريباً. ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لقد وقعوا في الفخ مباشرة. ماذا؟ راستا راستا راستا، الكابتن الجيد يخطط لفرقته دائماً. البوصلة. هذا صحيح، لقد عطلناها. بدلنا الجنوب بالشمال. لقد أحضرتم الكرة إلى مرمى فرقتكم نفسه. الملك. هذا ذكي دوما، لكن نسيت قول نصيحة لك. أوه حقا، وما هي النصيحة؟ أبقي عينيك على الكرة دائما. أين هي؟
أنا لا أحتاج إلى بوصلة لمعرفة الشمال. أجل، الكرة تتجه نحو مرماكم. هذه الجزيرة ستكون لنا. مات الملك. سكواش، كما تحب. استمتع بقيادة الفريق يا دوما. أجل، أثناء عودتك للمنزل. مهلاً، تعرفون أن هذه الجزيرة هي المكان الذي هزمناكم فيه. ألن تقول لبعضكما وداعاً؟ أرجوكما قولا وداعاً، هذا سهل. وداعاً، أتريان؟ تصران على فعل هذا لإزعاجي، أليس كذلك؟ أحسنت يا رستا، هزيمة يونايتد رفعت المعنويات حقاً، لكن ما زال الموسم طويلاً أمامنا. أجل، التحدي الحقيقي لقد بدأ للتو. ما شعورك وأنت قائد فريق يونايتد من جديد؟ لا تعليق. وأين كنتم مختفين طوال الأيام الماضية؟ لا تعليق. هل كنتم تخضعون كلاعبين لتجارب هامة في مختبر سري؟ لا تعليق. أو هل صنعوا لكم أقداماً آلية لتستخدموها؟ أتريدون معرفة أين كنا؟ كنا نلعب كرة القدم مع فريق سوبر سترايك في الجزيرة، هل فهمتم؟ مهلاً، أتتوقع أن نصدق هذا؟ هل تظنون سنصدق هذا الكلام؟ هل تظننا ساذجين إلى هذا الحد؟ ياه، أنا أحب اللعب في ريو. المنظر جميل والطقس الرائع أيضاً، والأفضل من ذلك السامبا. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان تارت تارت. اليوم يوم سعدك يا صديقي، أعرف أفضل مدرب سامبا في ريو كلها. ولماذا المدرب؟ هل أبدو كمن يحتاج إلى دروس؟ تحلى بالصبر يا إلماتادور، يمكنك تعلم المزيد. شباب، نسيتم أهم ما يجذب الناس إلى ريو، إنها مباراتكم ضد فريق بالمنتيري، إنهم مستعدون وعلينا أن نتهيأ جيداً. إذن لماذا أتينا إلى الشاطئ؟ من أجل تدريب جدي جداً جداً. يا للحظ، يوم رائع في أحلى مكان. انتبهوا يا شباب، بالمنتيري يهاجمون بكثافة مما يجعلهم خطيرين، لكنهم لا يصدون الهجمات المرتدة. والتمرين على الرمل سيحسن سرعتنا. تماماً، خطة اللعب بسيطة، دفاع قوي، أخذ الكرة، ثم تمرير الكرة إلى تايجر. سيستخدم تايجر حركته الدبوسية ليأخذهم على حين غرة. أي أسئلة؟ أجل، هل هذه صورة تايجر؟ ترغبون بدروس للرسم؟ أعرف أفضل معلم في ريو كلها. إنها لاك تايجر. حسناً، لنقم بالدوران. Hmph!
كابتن تايجر، تستطيع اللعب ضد بالما، ولكن إذا عرضت ركبتك للضغط فلن تلعب لأشهر. آسف يا تايجر، لا يمكننا المخاطرة، وهذا يعني لا 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 لحركتك النفسية. هاي، تحتاج إلى بعض موسيقى الكمان؟ أعرف أفضل معلم موسيقى في ريو كلها. أعذرني، لست مهتماً. ما هذا؟ يا صديقي، إنها الكابويرا، الفن العسكري البرازيلي. إذن دعني أخمن، تعرف أفضل معلم في ريو كلها؟ إنه يدرب في تلة هوسينيا. ما زال بإمكاني أن أكون تويستينج تايجر. اسمعوا يا شباب. نعم نعم، تمرين جدي جدا جدا. في الواقع سأعطيكم يوما إجازة. غير معقول، لقد تمرنتم كثيرا البارحة، لذا حجزت لنا أجل ليوم كامل أجل في جولة استطلاعية أجل. لا، أهلا في حافلة ريو دي جانيرو الاستطلاعية. تهيأوا لساعات وساعات من الحقائق الممتعة المتلاحقة. لسوء الحظ تكييف الهواء معطل، ولكن إذا نظرتم أسفل مقاعدكم ستجدون كيساً مجانياً من الفول السوداني. جميل، شكراً. هذا الطريق حتى التمرين الجدي جداً جداً يكون أفضل من هذا. تاريخ مميز، فقد بناه والد الصناعي. ماذا بك يا فتى؟ وجدت طريقة جديدة لأداء الإعصار الملتف بحيث لا تؤذي ركبتي، ولكن أنا عالق هنا. اطمئن يا فتى، سنتغلب على بالما. لا علاقة للمباراة بذلك، أنا تويستينج تايجر، ودون الإعصار الملتف أصبح دون هوية. عمل جيد يا شباب، بأداء كهذا الليلة سيكون سوبر سترايكا في ورطة كبيرة، وخاصة مع عدم مشاركة تايجر. دونالدو، لا تكن واثقا جدا، فما زال سوبر سترايكا يملك أوراقا رابحة كثيرة، والمدرب لديه خطة بديلة. حان الوقت للتمرن على الكرات الرأسية. وإذا ألقيتم نظرة إلى الخارج ستجدون جبل الشوغر لوف المدهش. مدهش، وهل سنصعد الجبل؟ ليس ضمن خطتي الرحلة. وأيضا إلى اليسار ستجدون منطقة لابا، وهي مشهورة بحفلاتها الصاخبة، لكنها ليست ضمن خطتي الرحلة. الآن سنرى على اليمين تلة هوسينيا المشهورة. تلة هوسينيا، إنها هي. سأتعلم هناك الكابويرا، فلتساعدني في الخروج من الحافلة. سأساعدك. حسناً. المواد الغذائية. مهلاً يا شباب، حان الوقت لنعرف بما يفكر كل منا. إن هذه الرحلة مذهلة حقاً، يجب أن نقوم بمثلها في كل مدينة. أنت سخيف. هيا اذهب أيها المشاكس. اهدأوا. اجلس. هيا شباب، اتركوا شيكس وشأنه، فهو محق. هذه الرحلة تقدم معلومات كثيرة.
أهلا. حسنا، أين ذاك المعلم؟ إنه أنت؟ لحظة واحدة، أأنت الفنان والموسيقي ومعلم السامبا؟ إيقاع، رؤية، تعبير. إن الكابويرا تجمع كل هذه الأشياء. وأيضاً اسعى من أجل رزقك، ها؟ أول خطوة لتعلم الكابويرا هي الجينجا. أمتأكد أنها ليست رقصة السامبا؟ الجينجا هي الأساس لحركات الكابويرا، تعلمك التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. الخدعة هي جعل خصمك يبادر بالحركة الأولى، ثم وبعد أن يتراخى دفاعه الهجوم المعاكس. حديقة بوتانيكال هي المكان الأنسب لتمضية يوم حار جداً جداً كهذا اليوم، ولكنها ليست ضمن خطة الرحلة. أرجوك توقف، أنت تفسد رحلتنا. في المحطة القادمة علينا الخروج من هنا حالاً. حسناً، إنها فرصتنا. مهلاً يا شباب، من غير اللائق أن نغادر دون معرفة المدرب. وهذا هو النصف الأول من الرحلة. أما بالنسبة إلى الأربع ساعات، علينا الخروج من هذه الحافلة. ها أحسنت، عمل جيد يا فتى، تابع العمل. متى سأقف على يدي وأدور؟ اصبر يا تايجر، لما العجلة يا فتى؟ لا أعرف يا صديقي، يبدو أني لن ألعب، ولكن علي حضور المباراة ومساندة زملائي. اطمئن يا صديقي، لدي أفضل مقاعد في ريو كلها. جميل. ها؟ ماذا؟ يتدربون على مواجهة لينكي، يعرفون خطتنا. جاو، عليك أن تعلمني الحركة الآن. ريو دي جينيرو، أرض ركوب الأمواج وكرة القدم والسامبا، وهي حقا مكان ملائم للعيش في الهواء الطلق. وعلى يمينكم ستشاهدون شاطئ كوبا كابانا. أنا لا أصدق هذا. تخيلوا أنفسكم للحظة على الرمال البيضاء الجميلة والرياح والمحيط. حسناً، راقبني. والآن حاول أنت. حسناً، بذلت جهدك يا فتى، لكن تحتاج إلى قليل من التدريب. هاي، ما علاقة هذا بالتدرب على الكابويرا؟ لا شيء، لكن شكراً على المساعدة. ممتاز. أنا مستعد. أنا آسف أيها المدرب، ولكن الرحلة كانت حقاً مملة. أنا أعرف، بقيت لثلاث ساعات أخرى في الحافلة. هناك شيء آخر أيها المدرب،
نحن لا نعلم أين تايجر. لا تقلق بشأن تايجر الآن، لدينا خطة اللعب ولدينا اللاعبون، وعلينا أن نحصد النتيجة. تايجر، تذكر يا صديقي، لتتقن الدوران استخدم حركة الجينجا. شكرا، حصلت على ما أريد. على الأقل افعل شيئا واحدا لأجلي. ما هو؟ خذ الإعلان لأصدقائك. أهلا بكم في مباراة بالمانتيري وسوبر سترايكر من ملعب رامبا. المبدعون البرازيليون لديهم جانب قوي، ولكن سوبر سترايكر يفتقدون خدمات تايجر. وبما أنهم يفتقدون لاعبهم المميز، هل لدى سوبر سترايكر خطة أخرى؟ نعم، فالكرة ذاهبة للاعب الطويل. أوه، لسوء حظ المدرب فإن هذه الخطة غير فعالة بالمرة. وها هو الهدف. هدف رائع من لاعب السامبا. لا وجود لتايجر، كرة طويلة وفشل. مشجعي سوبر سترايكر يأملون بخطة ثالثة. أعتقد أن الخطة الأولى قد وصلت للتو. يا للروعة. ماذا أقول؟ ريو مدينة مذهلة. أين كنت؟ عدم وجودك في القائمة لا يعني أن زملائك لا يحتاجون دعمك. سأقدم أكثر من الدعم، أستطيع أن أربح المباراة. هل تعني؟ الإعصار الملتف سيعود إلى العمل. يجري سوبر سترايكر أول تبديلاته، ينزل تايجر بديلاً للينكي. ها؟ لحظة واحدة، إذا كان تايجر الخطة ألف وجاء بعد الخطة باء، فالخطة باء هي الخطة ألف والخطة ألف هي. أحضروا لي قلماً وورقة. الكرة مع تويستينج تايجر، هل سيحقق لفريقه؟ حسناً، لم نشهد عودة مؤثرة كهذه. لقد قلب حركته المميزة رأساً على عقب. لابد أنه ما زال في حصة تدريبية. أين سرعتك يا تايجر؟ نحتاج إلى ارتداد سريع. ماذا يحدث مع كابتن تايجر؟ يحتاج إلى استخدام الجينجا. يحتاج ماذا؟ من الطريف أن تسألي. ها، يحاول تايجر أن يقدم كل ما لديه. صافرة نهاية الشوط الأول. أجل، لم يسعف الشوط الأول تايجر لينهي هذه الحركة. حسناً، لنشرح الشوط الأول. سوبر سترايكر طبقوا الخطة ألف والخطة باء والخطة ألف باء، ولكن بما أن الخطة ألف هي الخطة باء ومجموع باء وألف هو، كان لديهم نسختان من نفس الخطة؟ أحتاج ورقاً أكثر. اللعب الفردي، عدم الالتزام بالتعليمات، ليس من عادتك يا تايجر. لدي حركاتي الخاصة الجديدة، أنا الآن أفضل من أي وقت مضى. لن تكسب المباراة من حركة واحدة. أجل. ولماذا إذن اسمي تويستينج تايجر؟ اسمع يا تايجر، قدم لي أحد ذات مرة نصيحة رائعة: كن متطلعا إلى الأمام فلا تتوقع ما يمكن أن تتعلمه. أنتم محقون، بالطبع أنتم كذلك. أظنني تعجلت لأستعيد هويتي وفقدتها. لستم فقط من يجب أن أصغي إليهم. يبدأ الشوط الثاني، والمفاجأة الآن أن فريق بالمنتيري هو من يهاجم. ولكن السؤال الذي يدور في رؤوس الجميع هو:
بما أن الخطة باء كانت ألف، فالخطة جيم هي الخطة باء. فهل لدى سوبا سترايك الخطة جيم والتي يمكن أن تكون الخطة دال؟ متأكدة أنه لا يوجد أحد سواك يسأل هذا. الكرة مع دونالدو، ولكن تايجر ينتظره. انتظر الخصم ليقوم بالحركة الأولى، وعندما يتهاوى دفاعه الهجوم المعاكس. في البداية الإعصار المقلوب، والآن استخلاص رائع. ماذا بعد؟ حركتان في حركة واحدة، الدوران من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. إنه يقلب عالم فريق بالمار رأساً على عقب. أوه. يملك حقاً قوة خارقة. أجل، لاعب من هذا النوع يشكل مرتكز كل خطط فريقه. يمكنك الحصول على توقيعي، وأيضاً يمكنك الحصول على هذه هي الحياة. تخلصنا من رحلات الاستطلاع، صحيح أيها المدرب؟ أوافقك تماماً. أكان أعصاراً ملتفاً مقلوباً؟ من أين أتيت بهذه الفكرة؟ أحد معلمي الكابويرا علمني إياها. ماذا؟ هذا الدوران رفيع المستوى. هذا صحيح، أفعل أي شيء لأتعلم من ذلك المعلم. أوه هي هي. إن هذا هو يوم سعدكم. العميل واحد، العميل اثنان. نحن من لجنة انضباط بطولة الدوري، كيف أساعدكما؟ لدي مباراة علي الاستعداد لها. عذرا سيدي، لكنك ستتخلف عن اللعبة. أحقا؟ ولماذا؟ ترخيصك للتدريب انتهت مدته. سأتعامل مع هذا لاحقا، علي أن أجهز الشباب من أجلي. القاعدة الثامنة تقول لا يسمح بالتدريب لغير المدرب المرخص له. والآن نرجو أن تأتي معنا. المدرب بصحبتنا في طريقنا إلى المقر. القوة هي ما ستأخذ اللعبة إلى مستوى آخر. وقت الحلوى لبو. أيها المدرب، أين أنت؟ في مقر بطولة الدوري. ترخيصي للتدريب قد انتهت مدته. ماذا؟ علي أن أعيد اختبار التدريب قبل أن أستطيع القدوم إلى اللعبة. أسيجعلونك تجدد رخصتك للتدريب؟ لقد ولدت وأنت تحمل الرخصة. حتى المدربون الآخرون ينادونك بلقب المدرب. لكن ماذا عن خطة اللعب؟ نعم، نحتاج إليها الآن. لا يسمح لي بإعطائكم أي نصيحة، لكن باستطاعتي أن أقول كل هذا مجرد قرص في مقلاة يخزن ما في العقل في حال جيدة. عذراً، أنا أبحث حول الشجيرات. سأنهي المكالمة وسأتصل حالما أنتهي. لكن المباراة ستبدأ. مرحباً في مقر بطولة الدوري. ما
من الأفضل أن يكون المدرب محروماً، لأن هذا كان أسوأ خطاب تحفيزي أسمعه في حياتي. أنا لا أفهم شيئاً. ربما لم يكن يقصد أن نفهم. ماذا تقصد؟ هل كان هذا شفرة سرية؟ القرص في المقلاة يخزن ما في العقل. في حال جيدة أبحث حول الشجيرات. قرص تخزين في الشجيرات. حسناً أيها المتنافسون، أدلوا بأسمائكم وسبب مشاركتكم باختبار التدريب. مرحباً، أنا هيلينا، أريد أن أصبح أفضل مدربة في البطولة وتحطيم من يقف في طريقي. التالي. مرحباً، أنا نورمان أو نورم أو أياً ما تريدين. أنا هنا بسبب أنني أميل إلى التفكير التكتيكي. وأخيراً سيدي، مرحباً، أنا المدرب. وأنا هنا لأن لدي مباراة لأربحها. هل وفق أحدكم؟ جيد، المدرب لديه ثلاث طرق للتغلب على دفاع ايرون تانك. قلت المشكلة. لكننا بحاجة لموهبة تدريب كي تفسر هذه الخطط. ابتعدوا، اتبعوا الطريق المتعرج واحذروا العلامات الكبيرة، يبدون خطرين. ماذا تقول؟ كيف يساعدنا يا إلماتادور؟ لحظة، إلماتادور ليس مخطئا، هذه العلامات هي أخطر شيء في بطولة الدوري الآن. يوم المباراة في سترايك لاند. قوات الكولونيل أحبطت هجمات أفضل الفرق بتشكيلها الدفاعي الجديد. سيحتاج المدرب إلى نوع من العبقرية كي ينتصر في هذه المباراة. لكن أول ما يحتاج فعله هو أن يأتي إلى المباراة. ما الذي يمكن أن يكون أهم من هذا؟ سنختبركم لمعرفة إن كنتم مؤهلين لكي تكونوا مدربين. هل حقيقة كوني ربحت الكأس ثلاث مرات غير معتبرة؟ القواعد هي القواعد. في الحقيقة أيها المدرب، أنا مندهشة لكونك أهملت ترخيص التدريب. على حد علمي لم أفعل. توقف مكانك سيدي. أنت تعلمين أن فريقي يلعب الآن، كيف سأستطيع متابعة المباراة؟ أنا أتفهم أيها المدرب، فعلاً أتفهمك، لكن... القواعد هي القواعد. فريق سوبر سترايك يهاجم، لكن يجب عليهم أن يجدوا طريقهم خلال هذه التشكيلة الدفاعية الممتازة التي تتألف من خطين من الرجال هائل الحجم، ستار حديدي. التكتيك الأول، سنلعب بشكل ثنائيات حول الستار الحديدي. تمريرات محكمة من لاعبي سوبر سترايكا. ليست محكمة بما يكفي كي تمر عبر الستار الحديدي. يربح الكولونيل الجولة الأولى من المعركة التكتيكية. ليس هذا صعبا جدا عندما يتخلف مدرب خصمك على الظهور. اتخاذ القرارات التكتيكية الصحيحة في الوقت الصحيح يجعلك تربح المباريات. في اختباركم الأول يجب عليكم أن تعدلوا تشكيل فريقكم لكي تتفوقوا على مواقف الحاسوب. انتهيت. عمل رائع، والآن لنحاول مع مواقف أصعب بقليل.
إجابة صحيحة. وماذا عن ألديك شيء آخر؟ لقد واجه جميع هذه المواقف. ماذا بعد؟ أشعر أن قربي منه سيجعلني مدربة. هل سيوقع على وجهي؟ يهاجم سوبر سترايكا مجدداً. هل باستطاعتهم النجاح هذه المرة؟ التكتيك الثاني. سنقذف الكرة من فوق الستار الحديدي. هذا واعداً بالنسبة إلى مهاجمي سوبر سترايكا. لكن مرة أخرى يغلق الستار الحديدي في وجوههم. يبدو أن المدرب أعطى معلومات لفريقه. لم نتحضر لهذا. لا تقلق، من دون وجوده هنا لن يواجه سوبر سترايكا سوى الستار. الاختبار الثاني سيضعكم في مواجهة إحدى القوى الأكثر تحدياً وصعوبة، الصحافة. هناك مشكلة. لحظة من فضلكم. لقد نسيت كلمة المرور. جرب 1 2 3 4. كلمة مرور. اكتب كلمة مرور. جرب أن تطفئه وتعيد تشغيله. ليست هذه ترتيبات الأمان التي تتوقعها في مقر بطولة الدوري. نعم، شيء مريب. ماذا تعني؟ كي تصبح مدرباً أنت بحاجة إلى 3: الدافع، التكتيك، والإحساس الداخلي. وإحساسي الآن أسوأ مما شعرت به عندما تلقيت الهزيمة الأولى. كان علي أن أغامر. اسمعاني جيداً، ليس لدي وقت حتى أكتشف ما الذي يحدث. يمكن الاستفادة من مدربين مساعدين. جيد، حسناً، من سيبدأ؟ نورمان، السؤال الأول، ستواجه فريق إنفيزيبل يونايتد، كيف ستتعامل مع سكارا؟ أنا لدي بضع أفكار. سأستخدم خط وسط مركزي كي يمنع سكارا من المرور عبر الفراغ خلف الدفاع، ثم حركة الأطراف العكسية ستوقف الخطر من الأطراف. عندما يهاجم سكارا سيدافع الأطراف، وعندما يدافع سكارا سيهاجم الأطراف. مفهوم؟ عظيم. حسناً، الآن المرحلة الثانية تصبح الأمور فيها أكثر تعقيداً بقليل. إذن هل ستخبرني ما الذي يحدث؟ أنا لا أعتقد أن ترخيصي انتهى بالمصادفة. أحتاج إلى دليل. قرص في مقلاة يخزن ما في العقل. إن هذا لا يعني شيئاً. توقف عن الهذيان، هذا ليس عملك أيها العميل واحد. أين سنجد هذا؟ الدليل؟ كاميرات المراقبة؟ أشعر أن اختبار التدريب هذا لا يجهز الشخص للتدريب. ليست لديك أدنى فكرة. ها؟ نحن بحاجة إلى بطاقة دخول. لسنا بحاجة لهذا. القوة هي الوسيلة الأفضل للمرور من العوائق. حسناً، لنبدأ من الليلة الماضية. هل ستراقب كل هذه الشاشات معاً؟ عندما تحللين كل شيء 5 ساعات كل يوم تعتادين على هذا. هذا عطل؟ أو أن أحدهم يحاول إخفاء أثره.
حسناً، يبدو أن فريق إيرون تانك سعيد جداً بالحفاظ على التعادل. سوبر سترايكا يكافح من أجل الحصول على فوز بأرضه. التكتيك الثالث، أركضوا بشكل مخادع لكشف المنتصف وسأتكفل بالباقي. مهاجمو سوبر سترايكا يهاجمون، لكن راستا لا يجد نقطة ليمر منها. أوه، هذا كله مكيدة، وفريق إيرون تانك وقع فيها. أوه، كان ذلك قريبا، لكن شبك إيرون تانك غير قابلة للتسجيل. الآن وليس غدا، سوبر سترايكا بحاجة إلى مدربهم. هل تتذكرون ما الذي تحدثنا بشأنه في الجزء الأول من الاختبار؟ بالطبع لا. ماذا حدث؟ أظن أنني أوضحت مقصدي. أيها المدرب، دورك. خطاب وقت الراحة أحد أخطر مهام المدربين، كما أنه اختبارك النهائي. أمر طريف، لدي خطاب الآن، لكنه ليس من أجلك، إنه من أجل فريقي الذي يقاتل ويكافح من دوني، وأسوأ ما في الأمر الإيقاع بي. الفتحة في النافذة، كلمات مرور جديدة، صور مراقبة مفقودة. لقد تم اقتحام هذا المكان، وصادف أن ينتهي ترخيصي في اليوم نفسه الذي سنواجه فيه إيرون تانك. اقرأ ما بين السطور يا سادة. بين السطور. أنتم تتصلون بالمدرب، لماذا تتصلون بي؟ إنه يوم المباراة. هيا أيها الرجال، لن نستسلم أبداً. كل ما نحتاج فعله ليس لدي شيء أقوله. التدريب أمر صعب جداً. هيلينا، نورمان، لسوء الحظ عليكم المحاولة مجدداً. أيها المدرب، نتائجك حسنة جداً جداً جداً. ها؟ ماذا؟ ألن تبقى لتحتفل بلحظة فوزك؟ لدي 5 دقائق قبل أن يبدأ الشوط الثاني. إن لم أوصل الرسالة إلى الشبان سأكون فشلت كمدرب بترخيص أو بدونه. هذا يعني أنك وجدت طريقة لتمزيق الستار الحديدي. هل أنتما قادمان؟ ها؟ لا تستسلموا، المدرب سيتصل من أجلنا، أعلم هذا. أنت تتصل بدانسينغ راستا، لماذا تتصل بي؟ إنه يوم المباراة. حسناً، إليكما ما سنفعله. نورمان، أريدك أن ترسم مخطط اللعبة الذي سأضعه. إن هذا شرف كبير. هيلينا، جدي لنا أسرع الطرق للذهاب إلى سترايك هالاند. وجدته مسبقاً. سأحذركما، أنا أقود كما أدرب. لقد بدأ الشوط الثاني. كما يبدو أن أفكار سوبر سترايكا قد نفذت أخيراً. هذه اللعبة تحمل التعادل في كل تفاصيلها. راستا، يبدو أنه وقت صعب بالنسبة إليك وإلى مدربك أيضاً. نفذت الأفكار من فريق سوبر سترايكا. هيا! فجأة يعود فريق إيرون تانك إلى الحياة. أيمكنهم إرسال الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة؟ لكن حقاً، المدرب قال 4 جمل تقريباً. موضوع البحث حول الشجرة تبدو جملة واضحة جداً. توقف عن الهذيان، دائماً تفعل هذا بي. توقف أيها المدرب، القاعدة 8 لا يسمح بالتدريب لغير المدرب. القاعدة 1، ابتعد عن طريقي. هم.
أداء أيرون تانك الهجومي يحظى بالزخم. واو، هذا هو الدخول الاستعراضي. هل يستطيع المدرب أن يجعل لاعبيه ينهون المباراة لهم؟ استريحوا، من المستحيل أن ينجح بإعداد خطة جديدة ليس وهو يجري الاختبارات. كيف تجري الأمور؟ ليست جيدة أيها المدرب، لم تنجح أي من حيالنا. حسناً، إن لم ينجح اللعب على الأطراف أو من فوق الستار الحديدي، سنجرب اللعب بين الخطوط. التكتيك رقم 4، تمركزوا في المكان ما بين الخطين في الستار الحديدي. أحبطوا فريق تانك وأجبرهم على التقدم، من ثم سنستفيد من الفراغات. هل باستطاعة السوبر سترايك النجاح فيما فشلوا فيه طوال المباراة؟ لقد تمركزوا ما بين خطوط الدفاع. لا يدري أوبر إن كان عليه الحفاظ على مركزه أو التقدم إلى الأمام. هيا هيا، كم من الوقت عليك العمل كمدرب كي يتوقف هذا الانفعال؟ أتمنى لو أعرف. توقفوا عن هذه الحماقة. استطاع فريق سوبر سترايك أخيراً اختراق الستار الحديدي. أنا أحبه. عمل جيد يا أختاه. عملتما بشكل جيد، لكن لديكم الكثير كي تصبح مدربين في بطولة الدوري. نعم، لأن مواجهة مدربنا سيكون أصعب اختبار في حياتكما. أهلاً بكم في مقر بطولة الدوري. بسبب خرق أمني قررنا إعادة الاختبارات لجميع المدربين. هذا مزعج حقاً. لا، هذا غير معقول. أتفهم ذلك، أنا فعلاً أتفهم، لكن القواعد هي القواعد.